الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. فقد علمنا من الرسالة السابقة كلامنا وتعليقاتنا اليسيرة المعتبرة على منهج الأبواب. واليوم بعون الله تعالى نبدأ بشرح كتاب جديد وهو الكتاب الثاني في سلسلة دروسنا هذه المنتهية المرتفعة وهو كتاب توقيح الأزهري. وما أريدكم أن تعرفوه عن كتابنا الذي سنشرع فيه بإذن الله أن كتاب توقيح الأزهرية هو حلقة من حلقات خدمة هذا المتن المبارك. فمتن الأزهرية هو متن صغير ألفه الإمام الشيخ خالد الأزهري ثم شرحه في شرح سماه شرح الأزهرية. فإذا لدينا الأول متن الأزهري الشيخ خالد الأزهري صاحب المتن شرح كتابه في شرح الأزهري. فجاء الشيخ العلامة الكبير محمد محي الدين عبد الحميد وقام بتوقيح هذا الشرح وتهديمه وترتيبه وبحذف ما ليس له تعلق بعلم النحو كبعض المصطلحات المنطقية أو الكلامية التي رآها يعصر فهمها على الطالب المبتدئ، وسمى هذا التهذيب والتوقيح توقيح الأزهري وهو الكتاب الذي بين أيديه. وهناك حلقة رابعة في خدمة هذا الكتاب وهو ما قام به بعض علماء الأفاضل في خمسينيات القرن الماضي من شرحهم لمتن الأزهرية في كتاب سماه شرح الأزهرية الجديد. وشرح الأزهرية الجديد هذا كتاب مقرر على الصف الثاني الإعدادي حتى يومنا هذا. فشرح الأزهرية الجديد هذا هو عمل علمي قامت به هيئة علمية من كبار علماء الأزهر الشريف شرحوا فيه متن الأزهرية نفسه اللي هو الشيخ خالد الأزهري. وهناك حلقة خامسة في سلسلة كتاب الأزهرية تدور في فلكه وهو حاشية الإمام الشيخ حسن العطار شيخ الأزهر الذي توفي سنة 1250 من الهجرة. فقد وضع حاشية فذة كبيرة ماتعة على شرح الشيخ خالد الأزهري للأزهري، وهذه الحاشية مشهورة ومعروفة باسم حاشية العطار. فإذا نحن لدينا متن الأزهرية شرحه الشيخ خالد نفسه في شرح الأزهرية، ثم نقطع هذا الشرح وهدبه الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد في هذا الكتاب، ثم قامت مجموعات من علماء الأزهر في شرح المتن نفسه في شرح الأزهرية الجديد والكتاب المقرر على الصف الثاني الإعدادي، وقام الشيخ حسن العطار بوضع حاشيته على شرح الشيخ خالد الأزهري في حاشيته المسمى بحاشية العطار. فهذه الأمور لابد أن تعرفوها عن الكتاب قبل أن نبدأ. ما الفارق بين المتن والشرح والحاشية؟ هذه أمور لابد أن يكون على علم بها طالب العلم. فالمتن هو المرحلة الأولى للكتاب سواء أكان نظما أم نثرا. فالآب الرومي مثلا وضعه مصنفه ليكون كتابا مختصرا يحفظه طالب العلم فسماه العلماء متن. وكذلك العلماء يسمون نص الحديث النبوي متن الحديث ولف نقود الاحاديث واسانيد الاحاديث. ما هو متن الحديث؟ هو نص الحديث. ما هو متن الأبرومية؟ هو نص الكتاب. فالكتاب المختصر المؤلف يسمونه متن. فإذا قام أحد العلماء بشرح هذا المتن يسمى شرحا على المتن. يسمى شرحا على المتن. ثم كانت هناك طريقة سائدة في القرون الثلاثة المتأخرة في الأزهر الشريف وفي غيره، وهو أن يأتي عالم ليعلق تعليقات على شرح معين، فيكون تعليقه هذا بمثابة الحاشية على الشرح. فالذي يكتب على الشرح أي شرح كان من الشروح أي شرح من الكتب يسمى إيه؟
حاشيه. فإذا جاء عالم القبر وبنى له أن يعلق على هذه الحاشية كانت تعليقاته هذا تسمى تقريرات. فنحن لدينا أربعة أمور. المرحلة الأولى هي مرحلة المد، فإذا كان هناك كلام على المد يسمى شرحا، فإذا كان هناك كلام على الشرح يسمى حاشية، وإذا كان هناك كلام على الحاشية يسمى تقريرات. هذه مراحل أربعة موجودة ومعروفة ومشهورة في كتب الأقدمين وفي كتب التي نقرأها، وكانوا في الأزهر قديما يدرسون المد مع الشرح مع الحاشية. فكانوا مثلا يدرسون متن قطر الندى مع شرح قطر الندى مع حاشية السجاعي على قطر الندى، يدرسون مثلا متن شذور الذهب مع شرح الشذور مع حاشيته حاشية الشيخ الأمير على الشذور. ثم مع توالي الزمن شيئا فشيئا وصعوبة الأشياء شيئا فشيئا تم الاختصار، فحذفت الحاشية أو حذفت الحاشية مثلا. بعد ذلك آل الوضع إلى إيه؟ إلى أنه كتاب شرح قطر الندى نفسه لا يدرس كتاب كله، وإنما تدرس الآن في الصف الثالث الإعدادي يسمى المختار من قطر الندى. المختار من قطر الندى. وهنا آفة من الآفات التي ابتلي بها التعليم المعاصر وخاصة في الجامعات، وهذه الآفة هي ما تسمى بالحذف، وهو أن يعمل أستاذ المادة إلى المادة التي يدرسها، فهي في الأساس تكون مادة خفيفة، يعني كتاب مذكرة خفيفة على الطالب وعلى الأستاذ نفسه الذي يدرس، ومع خفتها علميا إذا به يقوم بحمل بعض المواضيع من باب التيسير والتسهيل على الطالب، وهو في الحقيقة يرتكب جرما خطيرا في حق الطالب، خاصة في العلوم التي هي علوم الآلة كالنحو والصرف والبلاغة وعلوم الحديث وأصول الفقه وعلوم القرآن والمنطق. الكارثة أن تحدث مواضيع من هذه المواد، فيأتي مثلا إلى المقرر على الطالب في السنة الأولى في كلية أصول الدين أو في أي كلية أخرى مناظرة لها شرعيا وعلوم مادة النحو، فيقرر مثلا باب المبتدا والخبر ويحذف مثلا باب كان وأخواته، يقرر مثلا باب الفاعل ويحذف مثلا باب المفعول، مع أن هذه المواد لابد أن تدرس كاملة، لابد أن تدرس الكتاب كله كاملا، لأن المبتدا والخبر لابد أن تعرف معه النواسخ، ظن وأخواتها، إن وأخواتها، كان وأخواتها، كان وأخواتها، وهكذا. الفاعل لابد أن تعرف أحكام الفعل مع المفعول به، وليس المفعول به فقط، بل قلنا إن المفعيل كام؟ خمسة، المفعيل خمسة. المنطق بهذه الصورة، علوم القرآن بهذه الصورة، كل علوم الآلة بهذه الصورة. من الممكن أن أتسمح أن يكون عليك جزء مقرر من التفسير، صورة من القرآن مثلا، من الممكن أن تأخذ نصفها أو ثلاثة أرباعها وتكتفي بهذا، من الممكن أن نتجاوز بهذا. من الممكن أن يكون عليك دراسة تحليلية لبعض الأحاديث، لمادة الحديث التحليلي أو الحديث الموضوعي، ويقرر عليك بعض الأحاديث وتحدث الأحاديث الأخرى، من الممكن أن نتسامح بهذا. لكن لا نتسامح أبداً في أن تكون مادة علوم الحديث مقررة عليك، فإذا بك يدرس لك مثلاً على الحديث الصحيح والحسن ويحدث لك أنواع من الحديث الضعيف، أنت لذلك تكون غير مكتمل الصورة العلمية في هذه المادة. ولذلك قلت لكم من أول يوم لابد للطالب أن يمشي في مستويين متوازيين، في مرحلتين متساويتين، وهي مرحلة دراسته الجامعية، وهي لابد أن يهتم بها ويحضر فيها على المشايخ والأساتذة ويذاكر ويجتهد ويجد حتى يحصل الشهادة العلمية. والمستوى الآخر هو الذي لا يقل أهمية عن المستوى الأول أو عن المرحلة الأولى، وهي مرحلة الدراسات الحرة، وهي التي يفعلها هذه، وهي التي يعان فيها بناء عقلية طالب العلم، ويعان فيها إعادة تشكيله مرة أخرى،
ويعود فيها إلى معين الأول، فيدرس اللغة كما ينبغي أن تدرس، ويدرس علوم الآلة كلها كما ينبغي أن تدرس. ويجب أن تعلم أنه لا بد لواحد منكم أن يدرس على الأقل ولو كتابا واحدا في كل علم من علوم الآلة. يعني لابد أن تدرس ولو كتابا واحدا في علم المنطق، لكن لا بد أن تدرس المنطق، لا يجب أن تدرس المنطق، لأن المنطق داخل في كل العلوم أيضا، وأي علم علوم الآلة تجده داخلا في كل العلوم بعد ذلك. علوم الحديث هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن بعض الأنواع الخاصة بعلوم الحديث، وأنواع أخرى تجدها مشتركة مع علم أصول الفقه، وأنواع أخرى تجدها مشتركة مع علوم القرآن مثلا. وعلوم القرآن هناك منها أنواع تدرس في أصول الفقه، وأنواع تدرس في علوم الحديث، وأنواع قائمة على اللغة العربية، وهكذا. فهي مادة متداخلة. أنت تقول طيب، وما هو الوقت الذي سيسمح لي فيه بالدراسة؟ العمر قصير، والمادة العلمية المطلوبة مني أن أدرسها مادة أكبر من العمر العلمي الذي أحصل فيه العلم. أقول لك لا، ليس المطلوب منك أن تكون عالما متبحرا في كل هذه العلوم، لا أطلب منك أن تكون محدثا مفسرا فقيها نحويا لغويا بلاغيا، لا، أنا أطلب منك ما يزيل جهالتك في علم البلاغة، كتاب واحد. أطلب منك ما يزيل جهالتك في علم النحو، وهي هذه الثلاثة الكتب الأبرونية الأزهرية قبل الندى. أطلب منك ما يزيل جهالتك في علم الصرف بكتاب واحد. أطلب منك ما يزيل جهالتك في علوم الحديث ولو بكتاب واحد. أطلب منك ما يزيل جهالتك في علوم القرآن ولو بكتاب واحد، وهكذا. فعلى مدار ثلاثة أو أربعة أشهر من الجد والاجتهاد تستطيع أن تذاكر أربع خمس علوم بهذه الطريقة التي أقولها لك، كتاب هنا وكتاب هنا وكتاب هنا. تكون في أجازة صيفية مثلا معينة انتهيت من ثلاث أربع علوم، الأجازة التي بعدها تنتهي من ثلاث أربع علوم أخرى، في لوقت خلصت علوم الآلة السبعة ومعهم علم الأدب، ده ممتد معاك، تقرأ براحتك في الكامل المبرد، في البيان والتبيين للجاحظ، في الحيوان للجاحظ، تجيب كتاب النفحات لعبد الوهاب عزام، أسواق الذهب الذي قلنا لكم عنه من قبل لأحمد شوقي، تقرأ في المقالات الأدبية العالية كمقالات أحمد حسن الزيات في مجلة الرسالة، للدكتور محمد رجب البيومي مقالاته التي كتبها في مجلة الأزهر وفي غيرها، وهو عمل ممتد القراءة في كتب الأدب، تقرأ لعبد الفريد لابن عبد ربه، وهكذا. فهي أمور ممتدة لا سبيل لك إلى حصرها أو إلى جعلها في مكان واحد. لكن ما هو المهم؟ المهم أن هذا العقل الذي في رأسك يا طالب العلم هو عقل لا بد أن تتكامل فيه العلوم، ولا بد أن تتكامل فيه الآلات، ولا بد أن يأخذ هذه العلوم بعضها بزمام بعض. فأنت تقرأ في النحو، لا غنى لك عن معرفة بعض قواعد الصرف، لا غنى لك عن معرفة بعض قواعد علوم البلاغة، لا غنى لك عن معرفة بعض قواعد علم المنطق، وهكذا في سائر العلوم. ثم بعد ذلك لك أن تتخصص في العلم الذي تريد أن تتخصص فيه. تريد أن تكون طالب علم منفصل في الحديث أو في التفسير أو في الفقه أو في العقيدة أو في الشريعة بأنواعها من فقه وأصول فقه وما إلى ذلك، أو في اللغة العربية نفسها، لكن لا بد أن تكون قد ألممت بطرف من هذه الأطراف التي نقول عنها. فإذا كنت مطالبا بتكامل هذه الآلات، فما بالك إذا كنت في المادة الواحدة تأخذ بعضها وتهمل البعض الآخر، وهو ما بدأنا به الحديث، إنك تأخذ في النحو الفاعل وسن المفعول، تأخذ في النحو المبتدا والخبر وتترك النواسخ المبتدا والخبر، تأخذ في علوم الحديث الكلام عن الصحيح والحسن والضعيف وتهمل بعض أنواع الضعيف، تأخذ في علوم القرآن المكي والمدني وأسباب النزول وما إلى ذلك، وإذا بك تهمل بقية الأنواع. فهذه جريمة نكراء يتسبب فيها في المقام الأول الطالب نفسه. أنا بحكم عملي في الجامعة ترى الطلاب في آخر العام ملتفين حول الأستاذ يرجونه ويعني يقبلون الأيادي والرؤوس، يا أستاذ الكتاب صعب علينا ونريد أن تحدث منه بعض المواضيع وهذا فيه عصر علينا، ومن خفف خفف الله عنه، والرحمة ويرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، ومن لا يرحم لا يرحم.
بل إنني في مرة قمت بضرب طالب متلبس بالغش، فأنا عادتي أنني لا أتهاون طبعا مع الطالب الذي يغش، لابد أن أحرك أو محضرا ليفصل فصلا دراسيا أو عاما أو عامين. هذا منهجي منذ أن كنت معيدا صغيرا وبعد أن صرت مدرسا في الجامعة، أنني لا أتهاون طبعا مع الطالب الذي يغش. ففي مرة أمسكت طالبا فقال لي: أنت أستاذ وتدرس للطلاب وليس في قلبك رحمة؟ ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم؟ ألم تسمع قوله صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء؟ وإذا بالطالب يعظ في ويذكرني بهذه الأحاديث. قلت له: يا أخي، إن الرحمة الواجبة معك هي أن أحرر لك محضر غش. الرحمة بك أن أرحم الكلية منك ومن أمثالك، أما أن أتساهل معك وأن أسامحك كما تريد أو كما هذه ليست مسامحة، هذا إهمال وتسيب. إذا قمت أنا بالعفو عنه هذا ليس عفوا في محله، وهذه ليست مسامحة في محلها، بل هذا تهاون مع مثله يجرئه هو بعد ذلك على أن يغش، ويجرئ الطلاب بعد ذلك على أن يغشوا، وتنتشر هذه الجريمة أيضا التي يقوم بها بعض الطلاب، وتتسبب بعد ذلك هذه الجريمة لضعف مستوى الطالب الذي يتخرج في الجامعة، لضعف مستواه العلمي، وبعد ذلك يكون مدرسا قد هو خرج بغش، فإذا به هو الذي يغشش الطلاب بنفسه بعد ذلك في المدارس والمعاهد و إلى آخره، ومن هنا مكمن الداء وأساس المرض. فالذي أريد أن أقوله يا معشر الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أن العلم غالب، وأن العلم نفيس، وأن العلم مراسه صعب، لكنه سهل على من بذل فيه روحه، وبذل فيه نفسه، وبذل فيه فؤاده. ومن حكمة الله عز وجل أنه جعل العلم صعب المسلك حتى لا يناله كل واحد. فلو أن العلم سهل المراس وسهل الحصول عليه لكان كل الناس علماء، وكان كل الناس لغويين، وكان كل الناس محدثين وفقهاء وما إلى ذلك. لكن الله عز وجل جعل هذه الأمانة لا يستحقها إلا من يتعب في تحصيلها، ومن يبذل وقته ويبذل جهده ويبذل عرقه ويسهر ليله ويأتي في نهاره ويذهب إلى العلماء والمشايخ ليحصل عليهم ويذاكر هو بنفسه ويبذل المال في شراء الكتب ويبذل وقته ويمنع نفسه اللذة والراحة ويتعب تعبا شديدا وتبدو عليه أمارات التعب ويعزل الإخوان والأصحاب والأهل والأصدقاء وينعزل عن الناس ولا يأنس إلا بالكتاب. لذلك قال أهل الله: من الإفلاس الإناس بالناس. شوف إزاي من الإفلاس الإناس بالناس، يعني أنت كإنسان متعبد لله عز وجل تريد أن تخلو بالله تبارك وتعالى، أو أنك طالب علم تريد أن تخلو بكتابك، فقمة الأنس بالنسبة لك هو أن تخلو بكتابك. أما أن تحب الاجتماع بالناس وأن تفضل اجتماعك بهم على اجتماعك بالكتاب فهذا من علامات الإفلاس. الاجتماع له ضوابط وله حدود وله قواعد شرعية مرعية لابد أن تسلكها، خاصة إذا كنت طالب علم. أنا الآن لا أحدث العوام، لا أحدث الناس في الشارع وأحدثهم عن كيفية عشرة بعضهم ببعض وكيف يذهب بعضهم ببعض للزيارة وعيادة المريض وفعل الواجبات الدنيوية وما إلى ذلك، لا، أنا الآن أحدث طالب علم لابد أن يعكف على نفسه، ولابد أن يغلق عليه باب بيته، ومن أغلق عليه باب بيته فهو إيه؟ فهو آمن أخي البلد. فهذه الأمور كلها لابد أن تكون في نفسك، أن تكون مستقرة في كيانك، تكون مستقرة في جوارحك. والكيان بالكسر، لا تقول كيان، قل إيه؟ كيان، سواء كان الكيان عن أي كيان آخر، يعني حتى حينما نقول الكيان الصهيوني مثلا أو هذا المعهد كيان كبير، المعهد هو الأزهر الشريف كيان كبير، وأنت في داخل كيانك لابد أن تكون عارفا كذا وكذا وكذا إلى آخره. بسم الله، اقرأ يا سيد محمد.
والصلاة والسلام على رسول الله. لا، تقول كده: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن ملازمة تسويل النبي صلى الله عليه وسلم في ذكرك له فيه بركة عظيمة. أحبك، يعني هذا لا شيء فيه أن تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شيء فيه شرع، لكن أن تلزم لسانك بأن تقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر كلامك أو في كل كلامك، هذا فيه بركة عظيمة جدا يحسها الإنسان بعد ذلك. اسمه تسويد مش تسييد، تسويد النبي صلى الله عليه وسلم وليس تسييد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفعل ساواد بالواو وليس ساياد بالياء. لذلك الحديث اللي هو لا تسيدوني في الصلاة استدلوا على وضعه بإيه؟ بأنه مخالف لقواعد اللغة العربية. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث لقال لا تسودوني، لقال لا تسولون، إنما هو الحديث إيه؟ لا تسيدون. فمخالفته لقواعد اللغة العربية أمارة من أمارات وضعه أنه حديث موضوع. أحب لك، فقال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولدي آدم ولا فقر صلى الله عليه وسلم. فتسيد تسوده حتى في الصلاة في التشهد، يستحب أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. وفي التحيات اللي هي التشهد الأخير أو النصف الثاني، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم. هل ورد بهذا نص شرعي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول لأمته سودوني في الصلاة، هذا سلوك أدب منا نحن معه صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاج منه إلى نص ليقول لنا سودني في الصلاة. خلي بالك في التحيات يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، لا، ما كان صلى الله عليه وسلم يقول هذا. والكلام في هذا تنطع بارد من المتنطعين الذين يقولون بحرمة أن تسود النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في التشهد، تنطع إيه؟ بارد، يعني تنطع وبارد كمان. وكلمة بارد دي بيستخدمها العلماء في مصطلحاتهم، يعني ما هيش شتيمة ولا حاجة، لا، يعني مثلا تجد الإمام الذهبي في تراجمه لبعض العلماء يكون العالم ثقة كبير، فالإمام ابن علي صاحب الكامل، والكامل هذا كتاب في كتب الرجال ذكر فيه ابن علي الرجال الذين تكلم فيهم بالجرح، يعني فيهم جرح معين حتى ولو كان الراوي ثقة، لكنه يذكره ويبين ما فيه من جرح. فيجي الذهبي ترجم للراوي ويفخر فينا ألفاظ أنه ثقة وأنه عدل وأنه حافظ، وبعد كده يقول لك إيه؟ وتبارد ابن علي بذكره في الكامل، وحال يقول وتناكد ابن علي بذكره في الكامل، يعني هذا رجل كبير، إمام كبير، فلم يكن هناك داعي إلى أن تذكره في هذا الكتاب الذي خصصته وصل لمن؟ للمجروحين. فيقول لك تبارد، يعني لبرود، بس هي شتيمة من ذهب يعني يشتم الإمام؟ لا، مش بيشتم، يشتم، ده الصلاح كده فيه إيه؟ شوية تعنيف، يعني إنك بتعمل كده ليه؟ فده مش تنطع بس، اللي هو بيقول لك ما تصليش على النبي صلى الله عليه وسلم في الـ، لا، ده تنطع إيه؟ باب، يعني بلد مع ان الجو حر استغرق باب. طب الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسولي، هو لك ان تقول رسول على انه خبر مبتدأ محذوف، ولك ان تقول رسولا على انه مفعول لفعل محذوف والتقدير اعني رسول الله، وهكذا في كل صفة لمجرور، كل صفة لاسم المجرور يجوز لك في هذه الصفة ثلاثة أوجه. الوجه الأول وهو الأفصح أن تجرها على الإتباع، فتقول مثلا مررت بمحمد العالمي، ف
فالعالم هنا صفة الاسم المجرور. ولك أن تقول مررت بمحمد العالم، على أن العالم هنا خبر مبتدأ محذوف والتقدير محمد هو العالم. ولك أن تقول مررت بمحمد العالم والتقدير مررت بمحمد أعني العالم أو أقص العالم. بلد في غير القرآن لك أن تقول الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، رب العالمين، بناء على هذه الأوجه الثلاثة. شكرا لك. بناء على هذه الأوجه الثلاثة التي ذكرناها، لكن لابد أن تمشي على الجادة. تمشي على إيه؟ على الجادة. طب والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله ونفع على الله بعلومه وعلوم سيدنا رحمه الله تعالى، من باب الأدب مع الذات الأقدس مع لفظ الجلالة، حينما تقول أن تقول الله تعالى أو سبحانه وتعالى أو جل وعز أو عز وجل، يعني نحن دائما نقول قال الله وما نسكتش كده، قال الله تعالى دي زيها زي إيه؟ زيها زي مثلا الصلاة والسلام على الأنبياء، وزيها زي الترضي عن الصحابة. وحتى من باب زيادة الأدب أن تقول صلى الله تعالى عليه. شوف إزاي صلى الله عليه وسلم، لا زيادة الأدب كمان عشان لفظ الجلالة، تقول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، رضي الله تعالى عنه. أخذ بالك؟ فما تقولش أنت قلت إيه من غير تعالى رحمه الله مسكت، لا رحمه الله تعالى. واضح؟ طيب ومن كويس برضه انك تخطئ كل هذه الاخطاء عشان يبين، ولا كويس؟ كويس؟ كويس انه يخطئ يعني. ماشي. الكلام وانا اتالف منه الكلام عند الجمعه والدين. لا انا اريدك ان تبدا بمقدمه الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد قبل أن تدخل على كلام الشيخ خالد الأسلام. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من سلك طريقه من المؤمنين. أحمد الله تعالى حمد معترف بنعمته، وأشكره شكر مذعن بنعمته علي، بنعمته عليه، وأشكره شكر مذعن 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 شكر مذعن شكر مذعن بفضله. ليه؟ لأن هنا مذعن مضاف إليه، يعني شكر ده مفعول مطلق، أشكره شكرا مفعول مطلق منصوب أهو، شكر مذعن مذعن للإذعان هو الانقياد، يقال أذعن فلان لفلان أي انقاد له وخضع، فأنا خاضع لفضل الله عز وجل ومنقاد لفضل الله تبارك وتعالى، يعني من فضل الله علي أو من كثرة إفضاله سبحانه وتعالى أنني خضعت له وأذعنت له وانقدت له في أوامره فأتمر بها وفي النواهي فأنتهي عنها. نعم. وأشكره شكر مذعن بفضله مقر بأياده وطوله، وأشهد أن لا إله إلا هو، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، وبعث هذا الكتاب قصدت به. طبعا المعروف أن وبعد أو أما بعد، الكلام الذي يكون بعدها يجب أن يقترن بالفاء، فحينما تقول مقدمة ثم بعد هذه المقدمة تقول أما بعد أو وبعد، فالكلام الذي بعد وبعد هذا لابد أن يكون مقترنا بالفاء، فتقول مثلا وبعد أي وبعد ما مضى من الكلام. وكلمة فأما بعد معناها مهما يكن من شيء، مهما يكن من شيء. أما كمهما ياك من شيء وفاء لتلو تلوها وجوبا قلبا،
لكلمة تلويها أي الكلام الذي بعدها. أما بعد، إيه اللي بعد أما هنا؟ بعد. أما بعد، أدي أما. ما هو الذي يتلو أما؟ بعد. طب الكلام الذي يأتي بعد، بعد هو بعد أما مباشرة أم فصل بين أما وبعد والكلام فصل اللي هو بعد؟ فصل بينهما فاصل، عشان ابن مالك قال لك ايه؟ لتلوي تلويها اللي هي أما يعني اللي بعد بعدها. أخد بالك؟ يعني اللي بعد بعدك، مين اللي بعد بعدك؟ اللي هو ورا وراك. أخد بالك؟ أو بجواري جوارك، أو بجاني بجانبك. الخلاصة الذي أريد أن أقوله لك، حينما تذكر في كلامك وتقول أما بعد، حينما تخطب على المنبر، أخد بالك؟ حينما تقول درسا فذكرت البسملة والحمدلة والتصلية، البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلة أنك حمدت الله عز وجل وأثنيت عليه، التصلية الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه، من الممكن أن تدخل على طول في الموضوع، وفي الأغلب الأعم أنك بتقول أما بعد. طالما قلت أما بعد يبقى لابد من الكلام اللي بعد أما بعد ده يكون أوله مبتدأ بإيه؟ بالفاء. فنقول مثلا أما بعد فقد تحدثنا في المرة السابقة عن كذا، أما بعد فقد قلت لكم كذا وكذا، أما بعد فنواصل اليوم مثلا حديثنا عن كذا. وفي مواضع يسيرة يجوز عدم اقتران الفاء بجواب أما، لكن هذا قريب عند العلماء ورأي الجمهور على إيه؟ على الوجوب. وقد جاء ذلك في حديثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح البخاري، قال أما بعد ما بال أقوام، كان القياس يقتضي أن يقول إيه؟ فما بال. فهذا يحفظ يعني كده ويقاس عليه، يحفظ ليه؟ علشان لما حد ينسى الفاء كله ماشي على إيه؟ على وجه موجود. لكن إذا أردت أن تسلك الجادة فيجب عليك أن تجعل الجواب مقرونا بإيه؟ بالفعل. واضح؟ وعلشان كده الشيخ قال وبعد فهذا كتاب. إذا جئت بجملة اعتراضية كان تقول مثلا أما بعد معشر الإخوة الكرام، أو أيها الإخوة المؤمنون، أو أيها الإخوة الكرام، أو أيها الحفل الكريم. فهذه كلها جمل اعتراضية. يعني اعتراضية يعني هل المقصود من كلامك أن تأتي بهذه المقدمة لتقول أيها الإخوة الكرام، ولا تقول ما بعد هذه الجملة؟ ما بعد هذه الجملة، يبقى هذه الجملة تعتبر اعتراضية، ما أو جاية بعد بعد أو أما بعد، لكن ليس فيها الفاء. الفاء يكون فين؟ في اللي بعدها. فتقول مثلا أما بعد أيها الإخوة الكرام فقد تحدثنا عن كذا، أما بعد أيها الحفل الكريم فإننا اليوم سنفعل كذا، أما بعد أيها الطلاب الكرام فإننا سنقوم بكذا، وهكذا. واضح هذا؟ هذا كتاب قصدت به تقريبا مقدمة الأزهرية وشرحها. لا، تقريبا مقدمة وتقريبا شرحها. صح، تمام. اللذين ألفهما الشيخ خالد بن عبد الله بن أبي بكر الأزهري بحذف ما يعطاس. يعطاس هي المسائل العويصة. المسائل العويصة هي الصعبة، يعني بحذف ما يعطاس، يعني بحذف ما يصعب على الطالب، بحذف ما لا يسهل عليه، وهكذا. بحذف ما يعطاس على قرائهما، على قرائهما اللي هما ايه؟ المتن نفسه والشرح. والشرح للمتون يعني هناك طرق للشرح، لكن اشهر هذه الطرق طريقتان. هناك طريقة المزج والسبك ما بين المتن والشرح، بحيث إنك لو قرأتهما معا لن تفرق،
بين كلام المجد وكلام الشرع، زي اللي عمله كده الشيخ خالد الازهري هنا. لما تروح تقرا الاصل اللي هو المطبوع في الحلبي على هامش العطار، تجد وضع المتن ما بين اقواس والشرح بره القوس، لكن الكلام كله كده متماشي متسق مع بعض، مفيش فروق ما بين كلام المتن وكلام الشرح. فالاسلام بيسموها طريقه السبك. يعني ايه السبك؟ يعني انك قد سبكت بين المتن والشرح، بحيث اذا ما قرا القارئ بدون النظر لهذه الاقواس لا يحسب ابدا انهما كلامان، لا ده هو كلام واحد متصل متسق. وزي ما عمل الحافظ ابن حجر في شرح نخبه الفكر في كتابه نزهه النظر في علوم الحديث، برضه اختار هذه الطريقه، طريقه السبك، انه سبك بين المتن والشرح. وكما فعل الامام محمد بن محمد بن محمد مرتضى الزبيدي في شرحه للقاموس المحيط للفيروزابادي في كتابه تاج العروس، برضه حينما تنظر الى الكتاب تجد انه كلام الفيروزابادي بين قوسين وكلام الزبيدي هو الشرح خارج هذه الاقواس، لكنه متسق مع بعضه. وكما فعل الامام القصبلاني في كتابه الارشاد الساري بشرح صحيح البخاري، فانه ايضا وضع كلام الاحاديث، نصوص الاحاديث او الجمل او الكلمات المرشحه بين اقواس، وما قبل الكلام في القوس وما بعد القوس متسق. لا تحس ايضا انه في فوارق ما بين المتن نفسه وما بين ايه؟ الشرح. هذه طريقه. الطريقه الثانيه وهي طريقه قال واقول او قوله كذا. فتجد مثلا الحافظ ابن حجر في فتح الباري، تعرفون فتح الباري مشهور معروف، فيقول مثلا قوله انما الاعمال بالنيات، ثم يعلق على هذه اللفظه. من الممكن ان يتحدث عن كل الفاظ الحديث، لكنه يذكر قبل اللفظ المراد شرحه او قبل العباره المراد شرحها قوله. وده هو منهج الحواشي، لأن الحاشية لا تأتي للتعليق على كل كلمة في الشرح، فتجد أن المحشي يقول مثلا قوله كذا إلى آخره، قوله يجيب لك كده كلمتين أو ثلاث كلمات، ولو عبارة طويلة يقول لك إلى آخره، يعني إلى آخره، ويعلق عليه. واضح؟ ابن هشام في قصر الندى عمل كده، وإن كان بيذكر عبارته في الأول وبعد كده يعلق عليها، يعني ما سبكش. وفي شذور الذهب ايضا فعل هذا اهل البلد، وهكذا. فاذا هما طريقتان مشهورتان، وفي يعني طرق اخرى لكنها ليست موجوده في الكتب بكثره. فهذان الطريقتان هما المشهورتان في الشروح، طريقه قال واقول او قول كذا، والطريقه الاخرى اللي هي طريقه السبك بين المد والشرع. كتاب من هذا من اي طريقتين؟ السبك بين المد والشرع. وعشان كده الشيخ محي الدين رحمه الله قال اللذين، تمام؟ ده في الاول. وبعد كده قال على قرائهما، عشان يقصد المقدمه نفسها اللي هو المد وايه؟ والشرح نفسه. نعم. قال بحسب ما يعطف على قرائهما من الناس من الناشئين، اي الناشئين في العلم حتى وان كان كبير السن. لان انت عمرك العلمي كام؟ ممكن يكون عمرك الزمني كبير 20 سنه 30 سنه 40 سنه، لكن عمرك العلمي كام؟ ممكن يكون سنه. ودي الفائده اللي انت لابد ان تضعها في اعتبارك من تقسيمنا للعمر الى ثلاثه اقسام، العمر العلمي والعمر العقلي والعمر الزمني. انت عمرك الزمني هو معروف ان تكون في شهاده الميلاد. طب عمرك العلمي لك كم سنه تطلب العلم؟ شهر؟ يوم؟ اسبوع؟ سنه؟ 10 سنوات؟ 40 سنه؟ هو ده العمر العلمي. فالمقصود بالناشئين هنا ليس المراد به العمر الزمني، لا، المراد به العمر ايه؟ العلمي. يعني من الممكن ان يكون كبيرا في السن
لكنه لسه بيبدا دراسه علم النحو وهو كده من الناشئين. تمام؟ يكبر شويه يكبر شويه يكبر شويه وهكذا. يكبر بايه؟ يكبر بتقدمه، انه يعني انه اول امس كنت في الاغلبيه، النهارده كبرت لقيته فين؟ الازهريه. من اسبوع ما كنتش تعرف تستغرق بيه مثلا ادوات النصب وادوات الجزم، انك لم تكن تحفظ الاغلبيه. الان حفظتها او حفظت اكثرها او حفظت المهمه منها، فكبرت وعمرك العلمي هنا فيه كبر وارتفاع ونمو ولا مفيش؟ في ارتفاع ونمو. كل ما ازدادت معرفتك زاد عمرك العلمي، وكل ما زاد اطلاعك زاد عمرك العلمي، وكل ما ازداد اتساعك المعرفي واتسعت دائرتك المعرفيه ازداد عمرك العلمي وهكذا. من مباحث المنطق وغيره من العلوم وبإبدال عبارة بها. هو حذف عبارات المنطق ليس لأنها ليس لها فائدة، لا، هو رأى أن وجودها في هذا الزمن في مثل هذا التنطيق صعب على الطلاب. الشيخ خالد الأزهري لما كتب الكتاب لم تكن هذه العبارات في ذلك الوقت صعبة على الطلاب في زمنه. الشيخ محي الدين لما رأى أن المسألة صارت صعبة ومعاصرة على الطلاب فأراد أن يفرص الكتاب ويجعله في النحو خالصا. ممكن تكون في عبارات سنتعرض ليها تخص هذا العلم أو غيره، لكنه ليست بالكثرة التي كان موجودا عليها الكتاب في أصله الشيخ خالد الأزهري. فأراد الشيخ محي الدين أن يخلص الكتاب من هذه العبارات المنطقية، ليس لأنها ليست لها فائدة أو ليس لأنها ليس لها قيمة علمية، لا، هو يرى أن وجودها فيه عسر على الطالب في هذه المرحلة الذي يريد وهو في هذه المرحلة أن يخلص له الكتاب في النحو الخاص. واضح الكلام؟ نعم. وبإبدال عبارة بعبارة أسهل منها. يعني في هذه في هذا التعبير وفي هذه الجملة تجاوز من الشيخ رحمه الله. تجاوز لغوي يعني، مش تجاوز علمي. هو نعم أبدل بعض العبارات بعبارات أخرى. ده الكلام كويس وحسن هذا الفعل وجيد انه فعل هذا، لكن انا اقصد بالتجاوز العلمي ايه؟ ركز معايا. ابدل او قال هو يعني بابدال عباره بعباره اسهل منها. العباره التي اثبتها اللي موجوده هي العباره السهله ام الصعبه؟ السهله صح؟ طب العبارة التي حذفت وتركت السهلة أم الصعبة؟ يبقى إذا المتروك هو الصعب والمثبت هو إيه؟ هو السهل. كويس كده؟ كويس، جيد. الباء هنا، هذه الباء اللي هي في قوله بعبارة اسمها باء الاستبدال. باء الاستبدال. هذه الباء في تعبير الشيخ هنا أدخل الباء على المثبت ولا أدخلها على المتروك؟ على المثبت، وهذا مخالف لما هو مقرر عند أهل اللغة أن باء الاستبدال تدخل على المتروك. تحفظ كده قاعدة. إيه القاعدة؟ نص المعجم الوسيط وغيره طبعا من الكتب، لكن هو الموصل هو الذي يحضرني الان. لما تروح تقرا كده بحرف الباء تقول لك باء الاستبدال، باء الاستبدال يدخل على المتروك. فانت اشتريت ثوبا جديدا وتركت الثوب القديم، فتقول استبدلت بالقديم الجديد. تمام؟ ما تقولش استبدلت القديم بالجديد، هذا فقط. استبدلت بالقديم الجديد، أو استبدلت الجديد بالقديم، لكن أهم شيء إن الباء تدخل على مين؟ على المتروك. قال تعالى: أتستبدلون الذي هو أجل بالذي هو خير. هم طرحوا إيه؟ الذي هو خير. وأخذوا إيه؟ الذي هو أدنى. ما قالش أتستبدلون الذي هو خير بالذي هو أدنى،
مثلا لا تقال الذي هو أدنى بالذي هو خير. فباء الترك هنا دخلت على مين؟ على المطلوب، أو باء الاستبدال دخلت على الشيء المطلوب. إذا فكان حق العبارة هنا أن يقول الشيخ رحمه الله والإبدال بالعبارة الصعبة عبارة أسهل منها. واضح الكلام؟ هذا ما في كلام الشيخ. نعم. وبإضافة كثير من التمرينات والأسئلة إلى كل باب من أبوابها، والمسؤول هو الله في أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم. قال الكلام وما يتألف منه. الكلام عند اللغويين عبارة، الكلام عند اللغويين والكلام عند النحويين، وهناك كلام عند الكلاميين. لما ترجع للأصل تجد أن الشيخ الأزهري ذكر الكلام عند اللغويين وهذا مثبت هنا، وذكر الكلام عند النحويين وهذا مثبت هنا، وذكر الكلام عند الكلاميين اللي هم علماء مين؟ الكلام اللي هو المعنى القائم في النفس، اللي هو الكلام النفسي. أخذ بالك؟ طيب، حينما ندرس في كتب الكلام، كتب العقيدة، يهمنا الكلام الذي هو عند النحاة أم عند اللغويين أم عند علماء الكلام؟ عند علماء الكلام. حينما ندرس في كتب اللغة الذي يشغل بالنا، كلام النحويين أم كلام الكلاميين أم كلام علماء الكلام أم كلام علماء اللغة؟ علماء اللغة. إذن كلمة الكلام دي كأنها مشترك لفظي، مشترك لفظي، والمشترك اللفظي هذا هو الذي يصدق على عدة أشياء. فكلمة عين يراد بها الجارحة، لما نقول عين معناها الجارحة التي نرى بها الناظرة. وكلمة عين تطلق أيضا على الجاسوس، يقول لك فلان ده عين على فلان يعني جاسوس عليه. وتطلق أيضا على الجارية يقال عنها عين. إذا أصبحت هنا كلمة عين مشترك إيه؟ لفظ. كلمة مشترك لفظ دي علشان تعرف يعني مشترك لفظي لابد أن تدرس علم إيه؟ علم المنطق. فلابد منه أهو، وإحنا بندرس علم إيه؟ علم النحو وعلم اللغة العربية. هو ده الترابط اللي في ذهننا اللي لابد أن يكون، وهو سبب يعني سامحوني في العبارة أقولها، سأقول الكلمة العامية بتاعتها، سبب بوظان عقول الخلق في السنين الأخيرة واللخبطة اللي بيعاني منها التفكير، هو هذا الانفصال الذي حدث في العلوم الشرعية. إنه أصبح العقل غير مكتمل، أصبح التفكير غير مكتمل، أصبحت هناك مسافات متباعدة في العقل بين كل علم وأخيه، كل فن وأخيه، بل في العلم الواحد نفسه أصبحت هناك مسافات بهذا الحد الذي تحدثت عنه في أول المجلس. لكن لما يكون العقل مكتمل، متى يكون مكتملا؟ حينما تتكامل فيه آلاف العلوم. اللغة لها حظ، العربية بعلومها لها حظ، الحديث له حظ، التفسير له حظ، الفقه له حظ، وهكذا. كالبناء الذي تبنيه، كبيت، فالبيت لا بد فيه من بنايات أو إجراءات معينة حتى يبنى. تريد أن يقوم البيت على أساس، هناك أسمنت مع رملة مع طوب مع حديد مع زلط إلى آخره، هل تستطيع أن تبني بدون هذه المكونات كلها؟ ما ينفعش. أهو عقلك كده، تركيبة المخ كده، لو أنك أدخلت فيها مدخلا معينا دون المدخل الآخر سيكون هناك قصور في التفكير وقصور في الفهم وقصور في الفكر، وس...
ستكون هناك سطحية في الثقافة، واضمحلال في العلوم، واضمحلال في الأفهام، واضمحلال في كل شيء، ثم يكون هناك التخلف الحضاري الذي نعانيه الآن. لأن الصورة الكاملة والعقلية الكاملة غير موجودة. غير موجودة ليه؟ لأن العلوم لم تتكامل في داخل العقل البشري الذي لابد أن يكون بتكامل معين كما بينا ذلك عدة مرات. فقال الشيخ: الكلام عند اللغويين، واللغويون نسبة إلى إيه؟ إلى اللغة. عشان كده ما تقولش لغويين. واحد يقول ده فلان ده لغوي، ده فلان ده لغوي كبير، هذا خطأ. هي لغوي دي نسبة إلى إيه؟ إلى اللغو. لأن لما تقول عليه هو لغوي يبقى كده إن هو صار يلغو ويلغو ويلغو حتى صار لغويا، فكأنك تشتم من كثرة اللغو ومن كثرة الهم، الهتر بالكسر كده على الحب، أخد بالك؟ من كثرة اللغو اللي هو بيقول أصبح لغوي. لا، أنت عايزه كده؟ تقول لك أنا ما أقصدش كده، ده النقص إن هو عارف اللغة. طب عارف اللغة هي اسمها لغة ولا لغة؟ لغة. يبقى بالنسبة إلى لغة إيه؟ لغوي. لغوي مش لغوي، لغوي لا، لغوي املأ فاتة كده بالكلام، لغوي كنسبة إلى النحو، نحوي بسكون الحاء مش نحوي، أخد بالك؟ وكنسبة إلى الدعوة، دعوي مش دعوي. يقول لك فلان ده رجل دعوي، يا سلام عليه، ده دعوي. لا، بس مش دعوي، اسمه ايه؟ دعوي، نحوي، لغوي، وهكذا. فالكلام عند اللغويين عبارة عن القول وما كان مكتفيا بنفسه، يعني اي قول يكتفي بنفسه هو، هي، قال، من، الى، اي كلام يخرج من فيه هو كلام عند من؟ عند اللغويين. عشان كده لما تروح معالم اللغة تجده بيذكر لك اللفظ اللغوي مجردا، ملوش دعوة في سياق ايه، لكن يأتي لك باللفظة اللغوية ويقول لك ان هذه اللفظة معناها كذا ومعناها كذا ومعناها كذا، فيذكر لها عدة معالم، وانت على حسب استخدامك في الجملة. لكن الذي يشغل اللغوي هو القول نفسه، الذي يشغل النحوي هو التركيب الذي يفيد معنى يحسن السقوط عليه، أخذ بالك؟ لذلك كل كلام عند النحويين هو كلام عند اللغويين، لكن ليس كل كلام عند اللغويين كلاما عند من؟ عند النحويين. يعني أي كلام هيطلق عليه النحويين هو كلام، هو يبقى أولى كلام عند من؟ عند اللغويين. لكن مش أي كلام عند اللغويين هو كلام عند من؟ عند النحويين. فبينهما عموم وخصوص ايه؟ مطلق. عموم وخصوص مطلق، لانه احنا قلنا ان العموم والخصوص المطلق هو عباره عن جزء من كل، فكلام النحويين هو جزء صغير من كلام مين؟ يعني كان الدائره الواسعه هي دائره اللغه، من هذه الدائره، دائره صغيره، هي دائره من؟ النحويين. فبينهما عموم وخصوص مطلق. واضح الكلام؟ طب انه اي كلام ينطق فمه سواء كان كلام مفيد او غير مفيد هو كلام عند اهل اللغه، يعني اهل اللغه العربيه يسمون هذا كلاما في عرفهم. لكن في النحو لابد من شروط معينه سياتي عنها الحديث الان، واللي عبر عنها ابن ابي الروم بقوله، سمعوني كده مع بعض كلكم مش واحد بس، اهدى شويه، الورق واللي في الاباب، قال ايه ابن ابي الروم؟ الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالورق. هو ده كلام عند من؟ عند النحويين. اتفضل. هو في اصطلاح النحويين عبارة عما اشتمل على ثلاثة أشياء، وهي اللفظ. شكل لي أشياء كده يعني انطقها بالشكل.
أيوة ثلاثة في إيه؟ أشياء إيه؟ عشان الضرب إيه؟ ها يا سمع؟ أشياء ودع بالفتاح أشياء وأنت أشياء وأنت أشياء. طب ليه أشياء؟ لماذا قلنا ثلاثة أشياء؟ شوفوا يا جماعة، كلمة أشياء هي كلمة ممنوعة من الصرف على الأرجح، لأن فيها أقوال، لكن أرجحها أنها ممنوعة من الصرف. وفي أمر مهم في وزن أشياء لابد أن تعرفوه عشان تعرفوا ليه ممنوعة من الصرف. كلمة أشياء بهذه الطريقة، صح ولا غلطان؟ مش هي كده؟ هي كده. أصل أشياء دي ما كانش كده، يعني وضعها اللغوي الأساسي الذي وضعت عليه لم يكن بهذه الطريقة، وإنما كان هكذا. شيئا أخذ بالك الهمزة دي، شايفين الهمزة دي طلبناها، هي التي جاءت هنا في الأول. واضح الكلام غير كده؟ يبقى أشياء أصلها إيه؟ شيئا. أشياء أصلها إيه؟ شيئا. شيئا دي على وزن إيه؟ فعلاء أهو وأمس، يبقى الشين تقابل الفاء والياء تقابل العين والياء تقابل اللام، وهذه الهمزة تقابل إيه؟ تمام بس لا احنا ماشيين كويس. الشين مع الفاء، الياء مع العين، الهمزة مع اللام، الألف مع الألف، والهمزة مع الهمزة. تمام كده؟ يبقى إذا هذه الهمزة ما الذي يقابلها في الميزان الصرفي؟ اللام. هذه الهمزة يقابلها في الميزان الصرفي إيه؟ اللام. كويس؟ كويس. طيب تعالوا نحط، احنا خلاص قلنا ان شيئا يبقى الهمزه دي راحت في الاول، كويس؟ طيب احنا قلنا الشيء يقابلها ايه في الميزان؟ سمعوني، الشيء يقابلها ايه؟ الفاء. طب والياء يقابلها ايه؟ العين، كويس؟ والالف مع ايه؟ مع الالف. والهمزه مع ايه؟ مع الهمزه. طب والهمزه اللي راحت في الاول دي كان يقابلها ايه في الميزان؟ اللام. يبقى صار عندي ان وزن كلمه اشياء على وزن ايه؟ الافعال. واضح الكلام كده؟ يبقى عرفنا ازاي؟ يبقى انا بسالك سؤال دلوقتي، اشياء على وزن ايه؟ فتقول لي افعال. لا لا مش افعال، لا فعلاء. ايوه هي فعلاء. اشياء على وزن فعلاء اصلا ممنوع من الصرف، فهي على وزن فعلاء. لا هي مش فعلاء، هي اللي كانت على وزن فعلاء مين هي؟ شيئا اللي هو الاصل بتاعها. فلما حصل هذا التغيير والقلب الذي ذكرناه الان، صارت اشياء على وزن لفعل. على وزن الافعاء يعني الف تانيث ممدوده، يعني ممنوعة من الصرف لأجل علة واحدة قامت مقام علتين. فلذلك حينما نقول أشياء نمنعها من الصرف، يعني نمنعها من التنوين، يعني تجر وتنصب بمين؟ بالفتح. فنقول هناك أشياء أو مش أشياء أن، لأنها ممنوعة من الصرف. نقول ثلاثة أشياء مش أشياء إن، لأنها ممنوعة من إيه؟ من الصرف. تقول رأيت أشياء لا تعجبني، لا تقل أشياء أن، لأنها ممنوعة من الصرف. واضح الكلام؟
فإذا كلمة أشياء كلمة ممنوعة من الصرف لأنها مختومة بألف التأنيث الزائد ألف التأنيث الممدودة، وهذه الألف علة تمنع من الصرف تقوم مقام كامع لتين كما سنعرف في باب الممنوع من الصرف. فالخلاصة أن كلمة أشياء كلمة ممنوعة من الصرف وأنها على وزن إيه؟ لا لا لست أسمع السامع. أشياء على وزن إيه؟ لا فعال. فضل عبارة عن عم اشتمل على ثلاثة عم صدق شوية عبارة عن عم قل إيه؟ قل جهورية، قل جهورية الصرف، قل جهورية الصرف. عبارة عن اشتمل على ثلاثة أشياء وهي اللفظ والإفادة والإفادة التامة والقصد وقيد التركيب وقيد التركيب لا حاجة إليه. يعني هو يريد أن يقول أن هذه الثلاثة الأمور هي الأركان الأصلية للكلام. وإحنا كنا قلنا الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، لأن كده يا عم كلمة المركب ملهاش لازمة. إيه ملهاش لازمة يعني؟ لا هو مش ملهاش لازمة، هو يريد أن يقول لك إننا ذكرنا لك الشيخ الأزهري عارف أن أنت قبل ما تقرأ الأزهرية تقرأ قبلها حاجة تانية زي الأبرهمية، ففي الأبرهمية ذكر لك كل الشروط الواجب توافرها سواء أكان وجوبها وجوبا حتميا أم كان وجوبا للوضوح عشان تكون المسألة واضحة في ذهني. وإلا الأزهري هنا ذكر ثلاثة، ابن أبرهوم كان ذكر أربعة، ابن مالك لما جه يعرف الكلام ما قالش غير كلام ولا لفظ مفيد وكاستغرب بس كده، هو عارف ان انت كبرت وخلاص قرات الابرهوميه والازهريه وقصر الندى وجيت هنا فبين ابن مالك اخد بالك، فهو يعطيك بناء على ما سبق ويقول لك بناء على معرفتك السابقه. هذا كلام اقوله لك لماذا؟ حتى لا تظن ان هناك تنافيا أو تضاد أو تناقض بين كلام المؤلفين فيما بينهم، فتقول لي مثلا لا ده كلام ابن أبو الروم مخالف لكلام الأزهري، كلام الأزهري مخالف لابن هشام في القاطر، وابن هشام مخالف لما قاله ابن مالك في الألفية. لا، هي درجات تعبر إليها وتسلكها فقط، درجات معرفية. فعبر لك وأنت في بداية الطلب وأنت في مرحلة اللي هي المرحلة الأقل من الناشئين اللي هي مرحلة الأبرهمية، قال لك الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ده كلام هنا وكلام مظبوط فعلا، هو الكلام كده ذكر لك كل هذه الشروط لأنك لسه في البداية. طب كبرت شوية فحب يخفف عنك الحمل الكلامي اللي هو عدد الجمل اللي موجودة، فقال لك قيد التركيب لا حاجة إليه. يعني لا حاجة إليه؟ لا حاجة إليه أي لا حاجة إلى التصريح إليه، إنه خلاص مفهوم إنه هو كده كده هيكون الكلام مركب طالما مفيد لابد أن يكون إيه؟ مركبا. استقم هذه كلمة واحدة لكنها في الحقيقة مكونة من كلمتين، استقم أنت وهنا هو مركب، قم أي قم أنت، قام أي قام هو، وكل هذه اللي أنا عايز أقوله أمران، الذي أريد أن أقوله أمران. الأمر الأول أنه لا تنافية بين ما هو مذكور في الأبرهمية ومذكور هنا في الأزهرية وسيذكر في قصر الندى وما قاله ابن مالك، فإن كل عالم وكل صاحب كتاب أراد أن يعبر تعبيرا مناسبا للطالب الذي سيقرأ هذا الكتاب في وقته المناسب. الأمر الثاني أن معنى كلامه لا حاجة إليه أي لا حاجة إلى التصريح به أو لا حاجة إلى ذكره واضحا بناء على أنه قد رسخ في ذهنك أنه لا بد أن يكون الكلام مركبا حتى يكون كلاما إيه؟ كلاما مفيدا. نعم، اللفظ والإفادة التامة والقصد. ابن أبو الروم قال لك لفظ مركب مفيد بالوضع، وكلمة الوضع هنا هي اللي تساوي ايه؟ القصد. هنا كلمة الوضع في كلام ابن أبو الروم هي اللي تساوي كلمة القصد ايه؟ القصد هنا، لأننا قلنا إن معنى كلمة الوضع في كلامه معناها معنيان، إما أن يكون
يكون رجل وضع أي القصد، وإما أن يكون رجل وضع أي الوضع اللغوي، يعني الوضع اللغوي أي أن يكون الكلام كلاما باللغة العربية، فالكلام الذي باللغة الألمانية واللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية لا أستطيع أن أطبق عليه شروط الكلام عند نحوه، لأنه ليس كلاما بإيه؟ باللغة. واضح؟ نعم. النصب في الأصل مصدر لفظ الشيء، لفظ الشيء إذا طرحته، يعني هذا شيء مذكور يعني مقروح. ثم نقلت عوف النحاة إلى المنصوب كالخلق بمعنى المخلوق، وكان قياسه أن يسمع، يعني كما أن كلمة الخلق بمعنى المخلوق كذلك كلمة اللفظ بمعنى إيه؟ بمعنى المخلوق. وكان قياسه أن يشمل كل مخلوق كما أن الخلق يشمل كل مخلوق، يعني كما أن كلمة الخلق بمعنى المخلوق تشمل كل مخلوق، كان القياس يقتضي أن يكون اللفظ يشمل كل ملفوظ، يعني أي لفظ يخرج وهو كده كلام أو يطلق عليه كلام. قال لك لا، ده مش أي لفظ، ده اللغة. خلي بالك احنا عند مين نتكلم، على مين؟ على اللغة، على معنى كلمة اللفظ فين؟ في اللغة. اللفظ عند النحاة شرط من شروط كونه كلام عند النحويين، لكن تحليل كلمة لفظ، كلمة لفظ نفسها، كلمة لفظ نفسها ايه معناها اللي احنا بنقول عليه ده؟ انه مصدر لفظ الشيء، وان هي بمعنى اللفظ بمعنى المرفوض، كما ان القلب بمعنى المخلوق. إلا أن المحاة خصوه بما يطرحه اللسان من الصوت المشتمل على بعض الحروف. هو يعني بيعرف لك كلمة اللفظ تعريف دقيق، أن الصوت المشتمل على بعض الحروف، أي صوت مشتمل على بعض الحروف اسمه إيه؟ لفظ. نعم. وقد تلخص أن اللفظ في عرف النحاة اسم لصوت صوتك أحيانا يعلو وغالبا ما ينقض، علو صوت، ولما تتعلم يقرأ غالبا، لكن علو صوت. وقد تلخص أن اللفظ في عرف النحاة اسم لصوت مشتمل، مشتمل اسم لصوت. هي دي برضه فيها ثلاث أول كما ذكرت، لكن الجادة إيه؟ لأن كلمة مشتمل هنا صفة لصوت، مشتمل صفة لصوت، لازم تكون مجرورة. اسم لصوت مشتمل على دي، يعني ليست صفة لاسم، يعني اسم هنا مرفوع، اسم لصوت مش مشتمل، لا، صوت مشتمل على أنها صفة لكلمة صوت على بعض الحروف الهجائية. نعم. اسم لصوت مشتمل على ذي مقاطع كأسماء الظاهرة، والضمائر البارزة أو ما هو. أو عندك ذي مقاطع ولا بعض الحروف الهجائية؟ على ذي مقاطع. أنا مش اتكلمنا عن موضوع مسك الكتاب ده، تحدثنا عنه أم لا؟ وسمعت الكلام أم لم تسمعه؟ سمعته ووعيته وعرفته، فلما خالفته؟ ها؟ لما خالفته؟ لما خالفته؟ سؤال يحتاج إلى إجابة. النسيان. طب مين ذكرت؟ ماشي. العادة صح. هو اعتاد كده. قلنا لا تجعل الكتاب هو قلب. ما تجنيش الكتاب كده. هذا فيه إساءة أدب مع الكتاب. واضح؟ كالأسماء الظاهرة. في بعض النسخ صوت ذي مقاطع. وفي بعض النسخ الحروف الهجائية. على بعض الحروف الهجائية. يعني كلا الأمرين جاءت زي مقاطع دي موجودة في الشرح الأصلي من كلام الشيخ خالد الأزهري نفسه، كالأسماء الظاهرة، والضمائر البارزة أو ما هو في قوة. طبعا الضمائر البارزة معنى معروف، إن الضمير في نوعين، ضمير بارز وضمير مستتر. حينما أقول قمت هذا ضمير بارز، حينما أقول قام أي هو
ضمير ايه؟ مستتر. أو ما هو في قوة ذلك كالضمائر المستترة فإنها ألفاظ من قوة. يبقى الضمير البارز لفظ بالفعل أو لفظ موجود، لكن الضمير المستتر قال لك في قوة اللفظ. يعني في قوة اللفظ؟ يعني كأنه موجود فعلا. ما أنا بقول قام يعني هو. ففي حاجة اسمها بالقوة وحاجة اسمها بالفعل. اللي بالقوة ده كأنه موجود، اللي بالفعل ده هو بالفعل موجود. تمام؟ أجي أسألك أقول لك ذكرت ولا لا؟ وأنت عقليت شوية مثلا، عقليت علم يعني، فتروح تقول لي إيه؟ آه ذكرت. وأنت ما كنتش ذاكرت على فكرة، وأنت كده كذاب، ده أنت مش بتكذب. أقول لك ذكرت، طب أنا أطلع بقى عقلي أكتر منك. راح أقول لك إيه؟ طب انت ذكرت بالقوة ولا بالفعل؟ لا بالقوة، ذكرت بالقوة. يعني ايه بالقوة؟ يعني انت مين ذكرت؟ يعني هذاك، يعني مذاكرتي في حيز الوجود اني ناوي بالفعل اذاكر وذاكر وناوي بالفعل احفظ وناوي بالفعل اعي هذا الكلام. انا لم اقراه بالامس لكن ناوي اقراه اليوم، ناوي اقراه غدا. فنية القراءة نية المذاكرة اسمك ذكرت بس بايه؟ بالقوة، يعني كانني ذكرت او بالفعل استودعت. لكن لا، ده انت جاي وحافظ وعارف وفاهم وقرات امبارح مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وعشره، انت كده ذكرت الايه؟ ذكرت بالفعل. واضح؟ فانها الفاظ بالقوه، فانها الفاظ بالقوه، الا ترى انها مستحضره عند النطق بما يلابسها من العوامل استحضارا لا خفاء معه. يعني بما يلابسها من العوامل، يعني العوامل المقتضيه لرفعها اذا كان الفعل مثلا ماضيا تقول قام اي هو، فانت مستحضر ان هو قام. استقم اي انزل، انت مستحضر ان هو ايه؟ يستقيم او يقوم او الى اخره. فهذه كلها الفاظ بالقوه، لماذا؟ لانك مستحضر اياها عند النطق بها وعند التلفظ بها. والافاده مصدر افاده، فخرج بذلك ما ليس بلفظ. ولا مش بنسخ بالعدل ايه؟ مش عارف. طيب نضيف هذا الصرف، فخرج اللي معهوش يعني، فخرج بذلك يعني بعد قول استقرار لا خفاء معه، في بعض النسخ زياده اللي هي ايه؟ فخرج بذلك ما ليس بلفظ كالاشاره باليد او بالراس ونحوها. يعني حينما اسالك واقول لك هل ذكرت؟ فتعمل لي كده. هذه الإشارة أفادتني أم لم تفيدني؟ أفادتني، لكن هل هي لفظ؟ يبقى مش كلام. تمام؟ حينما أقول لك تعال إلى هنا أو تعال إلى هنا، ده لفظ ولا لا؟ لفظ. لكن حينما أقول لك كده يا فلان، الإشارة باليد، أفادتك أم لم تفيدك؟ أفادتك، لكنها هل هي كلام؟ لماذا؟ لأنها ليست لفظة مع أنها أفادت. فحركة الرأس بحركة معينة أفادت، هي أفادت لكنها ليست كلاما لأنها ليست لفظة، وشرط الكلام أن يكون لفظة. حركة الرأس أفادتك معنى لكنها ليست كلاما، لماذا؟ مع أنها أفادت لأنها فقدت شرطا. ما هو الشرط؟ أن تكون لفظة ولا ليست إيه؟ ليست لفظة. والإفادة مصدر أفادة والمراد بها إفهام معنى من اللفظ. إفهام معنى، لأن الاسم المقصور، الاسم المقصور ينون بالفتحة كده. تقول مثلا في حالة الرفع، طبعا الاسم المقصور هو آخر ألف. تمام؟ تقول مثلا إذا كان الاسم المقصور نكرة، إذا كان الاسم المقصور نكرة يعني لم يعرف بالألف واللام أو لم يعرف بالإضافة إذا ما عرفت، تقول مثلا هذا فتى، رأيت فتى، ذهبت إلى فتى. أخذ بالك؟ وحتى لما تكتبها وتحب أن تشكلها تضع تنوين على الألف الأخيرة
تقف عليها تقول هذا معنى ماشي، لكن الأوضح أن تقف خاصة حينما تريد أن تتعلم القراءات الصحيحة. الطبيعي أنك تقف على ساكن، يعني على كلمة ساكنة، لكن ما دمت تريد أن تتعلم القراءات الصحيحة قف على المتحرك، يعني حرك الكلمة حتى ولو ستقف عليه حتى يستبين لك وجه الصواب فيها. فحينما قلت ثلاثة أشياء وسكت، ده صح موجود يعني مظبوط الكلام ده، لكن لما قلت لي ثلاثة أشياء عرفت أنك أنت عارف من نظام الصرف. فلما تقول لي ثلاثة أشياء أقول لك لا، ده هنا بقى في مخالفة في كلامك، فلا بد أن نوضح هذا التأويل. وكذلك هذا معنى، فأفادنا أهو الكلام إن إحنا نحفظ كده إنه الاسم المقصور حينما يكون نكرة فإنه منون، سواء كان مرفوعا أم كان منصوبا أم كان إيه مجرورا. إفهام معنى، إفهام معنى من اللفظ يحسن السكوت عليه، يحسن السكوت، يعني كلمة السكوت هنا فاعل يحسن، يحسن فاعل مضارع، والسكوت فاعل يحسن. يحسن السكوت عليه من المتكلم أو من السامع أو من كل منهما، يعني إما من المتكلم وحده أو من السامع وحده أو منهما معا. تخرج بذلك المفرد، تخرج بذلك المفردات كلها نحو محمد وإبراهيم وكتب ومن، يعني يجوز لك في مثل هذا أن تقول نحو محمد وإبراهيم وما إلى ذلك بالرفع على الحكاية والقطع ما بينها وبين ما سبق، وده الأفضل أنك تحكي الكلام على ما هو عليه، وإنك تجر على أنه مضاف إليه نحو محمد وإبراهيم إلى آخره. نعم. والمركبات التي لا تفيد الفائدة مذكورة لكونها غير مستملة على إسناد كهلام، يعني غلام زيد ليس مشتملا على إسناد، يعني غلام زيد، يعني إيه غلام زيد؟ طب أنا استفدت إيه؟ طب ده مش يعني فيش مسند ومسند إليه، ده هو مش مبتدأ وخبر. حينما تقول هذا غلام زيد، اه هنا في اسناد في الجمله، في مسلم ومسند اليه وفي مبتدا وخبر، ماشي. قلت لي مثلا ان قام زيد، ان قام زيد ده مركب ولا مش مركب؟ مركب، لفظ ولا مش لفظ؟ لفظ، لكن افاد افاده تامه لم يفد، فعشان كده ليس كلاما. ان ده جمله شرطيه، ان دي شرطيه من ايه؟ إن أداة إيه؟ شرط، يعني أداة إيه؟ هي معناها الشرط، لكن هي إيه أداة إيه؟ أسمعوني يا شباب، إن أداة إيه؟ إن أداة جزم، إن أداة جزم، أداة النصب أن، تحفظ الأجرومية كويس، المرة اللي جاية هسمع لك النواصب والجوازم، أو المنصوبات والمرفوعات، أو حروف جر وحروف العطف إلى آخره، لكن لازم تحفظ ده. لازم كل واحد يجي يسمعنا يكون حافظ الكلام ده، يبقى بذهنه كده وهو جالس مستمع الكلام اللي احنا بنقوله ده من عناوين واضحه في ذهنه حتى يستفيد معنى يحصل السقوط عليه. اهي البلد. فحينما اقول ان قام زيد، فقام ده فعل ماضي وهو ده فعل الشرط، وزيد فاعل، فين جواب الشرط؟ يبقى الجملة ناقصة، يبقى أفادت معنى تاما ولا معنى ناقصا؟ يبقى ده مركب تام ولا مركب ناقص؟ يبقى ليس كلاما عند النحويين. محمد، إيه محمد؟ من، إيه من؟ كل دي مفردات تانية، فالمفردات زيها زي المركبات الناقصة من حيث أن كليهما معا لم يفد معنى يحصل السكوت عليه. والمركبات الإسناديات التي لا تفيد إما لكونها ناقصة، نحو إن قام زيد، أو لكون مضمونها، أو لكون مضمونها معلومة الثبوت أو معلومة. خلي بالك هنا، لكون مضمونها، كلمة مضمونها على بعض كده مضاف إليه لكون، تمام؟
ومعلوم الثبوت هنا كلمة معلوم نفسها يعني مسألة واسعة شوية، لكن ما فيش معنى نحن نبينها ولو باختصار. إنه الكون ده مصدر، والمصدر يعمل عمل الفعل، لأنه الذي أمور أن تعمل عمل الفعل كان سبعة أو عشر، سبعة أو عشر. يعني ابن هشام في قطر إن أنا ذكر سبعة، ولما عمل شذور قال لهم كام؟ عشر. طب هو ليه ذكر في قطر سبعة وقال لهم شذور عشرة؟ عشان الشذور أكبر، مرحلة أكبر من القطر. فتشوف بيديك على قدرك، هو ما أخفاش عنك علم، ما طواش عنك معرفة، هو بيعطيك على قدرك الذي أنت فيه. هو عمل القدر مرحلة أكبر شوية في الشذور، مرحلة أكبر شوية أوضح المسالك شرح الألفية، مرحلة أكبر شوية مغني لبيب. فتلاقي واحد عايز يبدأ في النحو يقرأ إيه؟ مغني لبيب أول ما يبدأ أن يقرأ، أو يقرأ مثلا أوضح المسالك أول ما يبدأ أن يقرأ. في إيه تكون النتيجة؟ أنه تكون النتيجة أنه يصدق الضمن على قراءة ابن علي. ليه؟ لأنه بدأ بمرحلة لا تناسبه، بدأ بكتاب لا يناسب مرحلته التي هو فيها. وإحنا عبرنا وقلنا إنه من أسس وأركان العملية التعليمية مع الأستاذ والطالب والبيئة الكتاب والمنهج العلمي، إنه في منهج علمي معين لابد أن تسير عليه مبتدئين متوسطين منتهين، وفي كل باب من هذه الأبواب ومرحلة من هذه المراحل هناك كتاب معين لابد أن تقرأه. مرحلة المبتدئ نفسها في كتاب تبدأ به قبل كتاب، يعني المرحلة داخلها فيها تدريج. فكل ده نعرفه منين؟ نعرفه من خلال مشايخنا، ونعرفه من خلال المناهج العلمية الموجودة والمعتبرة في المدارس العلمية الكبرى زي الأزهر الشريف. الأزهر إلى الآن أهو تاخد أولى إعدادي حاجة كده زي أبو الرومية، الكتاب بتاع النحو ده بتاع أولى إعدادي هو في الحقيقة الأساس أبو الرومية، بعد كده أزهرية، بعد كده قطر الندب، بعد كده في الثانوي بتاخد ايه؟ الألفية، والمنهج معتبر ومنضبط. فلابد ان نقوم بعمليه اصلاح فين؟ مش في المنهج، مش في تعديل المناهج، الازمه مش في تعديل المناهج، مش هي دي الازمه. الازمه ان هناك خللا في الاستاذ من ناحيه ضبطه وعدالته اللي احنا تحدثنا عنها في المره الفائته، ان قلنا ان في ضبط اللي هو العلم، وفي عداله اللي هي ايه؟ الاخلاق، اللي هي السيره الحسنه، اللي هي السمعه الطيبه، ان يكون انسان عنده تزكيه، انسان عنده تربيه، مش سباب، مش شتام، مش مخل بالصلوات، مش يفعل المنكرات ولا يأتمر بالمعروف. هو ده الخلل، الخلل عند الطالب ان نفهمه انه ليس الامر مجرد شهاده ستحصلها وتحصل عليها، وليس الموضوع موضوع امتحان ترسب فيه وتنجح، ده الموضوع موضوع علم. للمسألة مسألة دين، للمسألة مسألة حساب أمام الله عز وجل، تقف بين يديه يوم القيامة ويحاسبك على أوقاتك التي ضيعتها، وعلى علمك الذي لم تعمل به، وعلى مجهودك الذي لم تستفرغه كله لتنفقه في سبيل العلم وسبيل التحصيل. فنحن هنا لسنا بإرادتنا، وجودنا هنا ليس تفضلا منا، وإنما هو فرض علينا، فرض عليك أن تجلس وتسمع، وفرض علي أن أقول وأشرح، فرض عليك أن تستفيد وتفيد، وفرض علي أن أفيد وأستفيد، لأن المسألة مسألة دين وأمانة وتبليغ ودعوة ورسالة ومنهج. والذي أضاع العلم أنه تحول من رسالة سامية إلى وظيفة، فأصبح الطالب موظف يذهب إلى معهده أو جامعته ولا يهمه سوى حضور وانصراف وحضور في الامتحان عشان يأخذ الشهادة، دي وظيفة. الأستاذ أصبح أيضا موظف، إنه مطالب أمام المسؤولين إنه يعطي اختصاصه في المدرسة أو المعهد أو الجامعة حتى يتقاضى عليه أجرا في آخر السنة، فأصبحت وظيفة. فالرسالة حينما تتحول إلى وظيفة تضيع خلاص على كده. الواعظ أو الخطيب أو الداعية هل يتعامل مع الخطابة أو وعظه ووعظ الناس وتعليمهم على أنها وظيفة ولا أنها رسالة؟ لو أنها رسالة سيجتهد ويجد ويقرأ ويحاول.
الحصر. طب لو أنها وظيفة سيهتم بالحضور والإصرار والحضور والغياب والتفتيش الذي عليه والمرتب في آخر الشهر كآخر كريم، أنا لا أقول لك اعمل مجانا ولا تقاضى مرتبا من الجهة التي تتقاضى منها، لكن اعمل بحق هذا الراتب الذي تأخذه. ما هو الحق؟ الحق أن تتعلم، الحق أنك مع المحبرة إلى المحبرة، فيش حد معين تصل إليه تقول أنا هنا انتهيت أو أنا هنا كففت عن الطلب. في المرحلة التي تقول فيها أنا خلاص كده كففت عن الطلب، اعلم أن هذه بداية النهاية لك. ده بل بالعكس، حينما تكون طالب علم نشيطا وتظل سنوات كده وأنت متوهج ومتألق وتغسل أو تفطر أو تترك العلم شهرا أو بضعة أشهر، إذا بك بحكمة الله تنسى ما قرأته سابقا. شوف الحكمة الإلهية، كأن الله عز وجل يقول لك إذا كنت تريد هذا العلم الشريف فيجب أن تكون متصلا به دائما بهذا الرباط. إذا جئت يوما وفقدت هذا الرباط سيفك عنك العلم خلاص هجلسا. ده أنا كنت الكلام ده حافظ والله، ده الكلام ده حافظ بس نسيبه، ولم تذاكر ولم تراجع ولم. احنا مش هي صورة مطبوعة هتطبع في ذهنك ثم لا تنساها مرة أخرى، لا مش هو ده الكلام. حتى الأئمة الحفاظ الكبار اللي كانت حافظتهم خارقة كانوا ينسون أيضا. شعبة والأعمش الذي كان يضع يده في أذنه حينما يدخل السوق حتى لا يحفظ كلام العوام في الأسواق، شوف ازاي. الشافعي الذي كان يضع يده على صفحة خوفا من أن تختلط الصفحتين كلتاهما في بعض من شدة الحفظ، حتى دول كانوا ينسون. لكن برضو النسيان على قدره ونسياننا على قدره. وكلما تزداد دائرة الاطلاع والمعرفة تزداد المدخلات في الذهن. هتنسى ولا مش هتنسى؟ هتنسى، بس اللي داخل حجمه كبير ولا صغير؟ حجمه كبير جدا، فلما هتنسى منه لن يؤثر النسيان فيك بالطريقة التي يقرأ بها طالب شيء صغير فينسى منه، فانت نسيت من شيء صغير، واحد تاني ناسي من شيء ايه؟ كبير، هما الاثنين نسيوا، لكن ده ناسي، فخلاص صار جاهلا، لأن أصلا كده كده اللي دخله في مخه ايه؟ شيء صغير. أما الإنسان الآخر اللي هو مدخلاته كبيرة لا يزال عالما مع أنه نسي، لأن المخ أصلا كان ايه؟ كان كبير. فإياك أن تظن أبدا أن النسيان عقبة على الطالب، لا، ده النسيان من السنن التي جعلها الله عز وجل لك لتزداد حرصا على العلم ولتزداد اجتهادا ولتزداد همة ولتزداد رفعة ولتزداد تمسكا بهذا الطريق ولتزداد تشبثا بالمعرفة. وإلا ما قلنا إن هناك العلماء من قرأ الكتاب 10 مرات ومئة مرة وخمسمائة مرة وألف مرة، وأن الربيع كان يشرح له الدرس 40 مرة، وأن إلى آخره، بل كلها تديك إيه؟ تعطيك مؤشرات على أن هذا العلم غالٍ، أن هذا العلم نفيس لا يناله كل أحد، ولا يناله سفلة الناس، ولا يناله الرعاع، ولا يناله السوق، ولا يناله الدهماء. فوجودك في هذا المكان لتتلقى العلم هو توفيق من الله عز وجل لك، فاحمد الله على أن وفقك في الوقت الذي منع فيه غيرك، وحرم فيه غيرك، وجعل بين غيرك وبين العلم عائقا، وأن سهل لك الطرق، وذلل لك الأمور، ويسر لك الصعاب، ووفقك وجاء بك إلى هنا. فمجرد انك انت تقبل على الطلب نفسه بنعمه من الله تبارك وتعالى، لابد ان اشكر الله عليه. تزداد الشكر بايه؟ بكثره القراءه والتحصيل والمذاكره والمعرفه والافهام والتفهيم والافاده والاستفاده والمراجعه والتذكار والى اخره. كل هذا سيصنع منك في المستقبل طالب علم نجيب، تكون فيما بعد عالما ينفع الله عز وجل به هذه الامه. فالشيخ قال هنا لكون مضمونها معلومة ثبوت، وإحنا قلنا إن كون مصدر وإن المصدر يعمل عمل الفعل وإن الأشياء التي تعمل عمل الفعل 7 ذكرها ابن هشام في القط و10 في الشذور، من ضمنها المصدر اسم الفاعل واسم الفعل واسم المفعول والصفة المشبهة. نعم
وايه؟ لا اسمع المصدر نعم. قلت ايه؟ ما انا بقول المصدر واسم الفعل، واسم الفاعل، واسم المفعول، صفه مشبهه، وصيغه المبالغه، وايه السبع؟ ما احنا قلنا اسم الفعل. وانا اقول المصدر تقول ده المصدر، اقول اسم الفعل ده اسم الفاعل. المهم هم سبعه. لا يعني ليس يخصون العمل بقدر ما يعنيني ان اذكر لك ان المصدر من ضمن الاشياء اللي تعمل عمل الفعل. وده كله هياتي بالتفصيل في فضل الله ان شاء الله، ونشير اليه لاحقا في مواضيع هناك الازهريه. فمعلوم الثبوت هنا كون مصدر، ومع كونه مصدرا كون ده هيعمل برضو عمل كان، لان احنا فاكرين ابن ابو قال ايه؟ وما تصرف منها. شو كان يكون كل، وما تصرف منها اي ما يتصرف من اخوات كان، هيعمل عمل كان الاصلي او اخوات كان الاصلي، ما يقبل التصرف سيعمل عمل اصليه. فكوني هنا حينما اقول كونك فاهما مثلا، يعني كون مضمونها معلوم الثبوت. هنا الإضافة من إضافة المصدر إلى فاعله، يعني هو بالأساس في الأساس أن يكون مضمونها معلوم الثبوت. تمام؟ حينما أقول كونك فاهما أساس العبارة كون أن يكون الطالب فاهما، فعوضنا على الطالب هنا بالضمير، ومضمون هنا في الأساس بدل كون خليها يكون، وبدل ما نخلي جملة كون مضمونها معلومة الثبوت، يبقى أن يكون مضمونها معلومة الثبوت. فأنت تقريبها عشان تعرف هي إيه العبارة بالضبط. فلو إحنا قلنا يكون هيبقى مضمون هنا اسم إيه؟ يكون. ومعلوم الثبوت كلمة معلوم نفسها خبر يكون. كذلك برضه كون مضمونها كون ده مصدر، ومضمون مضاف مضاف ليه؟ بس هو الاسم بتاع كون. أخد بالك؟ ومعلوم الثبوت الخبر اللي هو بتاع ايه؟ بتاع كون. نعم. فالشيخ هنا يقول: وهذا كلام جرى عليه بعض اللغويين او بعض النحاة، ولكن الراجح عكسه. اللي هم بيقولوا ايه؟ انه القضايا المعلومة أو القضايا المعلومة بالضرورة أو الثابتة ثبوتا بينا لا يحتاج، اللي هو العلم اليقيني، العلم اليقيني أو الضروري، لأن العلم نوعين، في علم ضروري وعلم نظري. العلم النظري اللي هو إيه؟ لا يحتاج إلى نظر واستدلال. الله موجود، هذا علم نظري. يعني إيه نظري؟ يعني يحتاج إلى نظر واستدلال، يعني يحتاج إلى أن أقيم الدليل العقلية والنقلية على وجود الله تبارك وتعالى، فده اسمه علم نظري. تمام؟ في حاجة اسمها علم ضروري اللي هي البدهيات. حينما أقول السماء فوقنا، هل هذا يحتاج إلى دليل؟ الأرض تحتنا، هل هذا يحتاج إلى دليل؟ حينما أقول الكل أكبر من الجزء، هل هذا يحتاج إلى دليل؟ حينما أقول الجزء أصغر من الكل، هل هذا يحتاج إلى دليل؟ فبعض النحويين ومنهم المصنف هنا قال إن العلم الضروري ده أو القضايا المعلوم ثبوتها، هذه القضايا ليست من داخل الكلام الذي نسميه كلاما عند النحويين. يعني قولنا السماء فوقنا والأرض تحتنا والواحد أكبر من أو الواحد أصغر من الاثنين والاثنين أكبر من الواحد، هذه كلها قضايا بديهية ضرورية لا يحتاج الأمر فيها إلى نظر ولا إلى استدلال، فلذلك لا تسمى كلاما عند النحويين. أبو حيان انتقد هذا الكلام انتقاد شديد، وقال عجب لهذا النحويين الذين يأتون إلى أصدق القضايا ويسمونها كلاما. السماء فوقنا والأرض تحتنا وكل الوجود في أصدق القضايا، فإزاي لا أسميها كلاما؟ الشيخ هنا ذهب مذهب من لا يسمي هذه القضايا كلاما، لكن الراجح انها كلام عند ايه؟ عند النحويين. فالمطلوب منك انك تعرف كده بمنتهى السهوله واليسر
انه هذه المساله مختلف فيها. بعضهم قال ان هي قضايا ضروريه لا تعتبر كلاما. يعني ايه تعتبر كلاما؟ يعني هي اصلا خارج محل النزاع والكلام، انه ده كلام ولا مش كلام، ده قضايا ضروريه. ده مذهب من يقول انها ليست كلام عند النحويين. الاخرون قالوا لا، ده هي اصلا القضايا، فان لم نسمي هذه القضايا الصادقه اليقينيه البدائيه كلاما فما هو الكلام؟ يبقى لهم هؤلاء لهم وجهه وهؤلاء لهم ايه؟ لهم وجهه. واضح الكلام؟ كلام واضح؟ انا هنا اقصد الكلام لو عند النحويين ولا اللغويين ولا من علماء الكلام. انا اقصد الكلام الذي اقوله انا. فده قسم رابع من اقسام الكلام. الكلام الذي اقوله انا واضح ولا غير واضح؟ واضح؟ طيب اتفضل. فالاول نحو الجزء اقل من الكل، والثاني نحو الكل اقل من الجزء. الاول المراد بايه؟ اللي هو معلوم الثبوت. الثاني اللي هو مراد بايه؟ معلوم الانتفاع. تمام؟ معلوم الثبوت او معلوم الانتفاع. ومعنى القصد فالمتكلم بمثل هذا لم يفد السامع شيئا. لا، في عباره عندك ساقطه. ومعنى القصد الإرادة. ومعنى القصد الإرادة. برضو عامل الكتاب برضو نسيت. نسيت انت برضو؟ هي مش حتة، ما هي سريعة. ومعنى القصد الإرادة وهي والقصد الإرادة وهي ومعنى القصد الإرادة وهي أن يقصد المتكلم إفادة السامع أي سامع كان. يعني هو المتكلم نفسه يقصد الإفادة. فالنائم الذي يتكلم وهو نائم ربما يكون كلامه مفيدا لكنه لا يقصده. تمام؟ السائل أو الناسي ربما يكون كلامه مفيدا لكنه إيه؟ لا يقصد الإفادة. نعم. فلذلك كلام النائم والسائل والمجنون والسكران كل هذا علماء النحو لا يسمونه ايه؟ كلام، لانه فقد شرط القصد. فقد شرط ايه؟ القصد. يعني ايه القصد؟ يعني قصد الافاده. يعني انا قصدت بهذا ان افيدك معنى يحصل السكون عليه. وذهب ابن الضائع إلى أحد علماء النحو الكبار إلى أن القصد لا يشترط، لكن كلامه هذا كلام مرجوح، والراجح أنه يشترط، فإنه مستفاد من حصول الفائدة، لأن قول النائم قام زيد مثلا لا يستفاد منه شيء، والمتأخرون على خلاف قوله منهم الجزولي في مقدمته، والممالك في تسهيله، وابن عصفور في مقربه. المقدمة للنجوم وتسهيل الموائد ده لابن مالك، وكتاب المقرب لابن عصفور، والثلاثة مع ابن الضائع من علماء النحو الكبار. ولا حاجة لذكر التركيب لأن اشتراط ولا حاجة لذكر التركيب في تعريف الكلام. تمام؟ أي لا حاجة للتصريح به كما قلنا في البداية. لا حاجة للتصريح به وللتنصيص عليه، لأن اشتراط الإفادة يغني عنه، فكل ما أفاد لازم أن يكون إيه؟ مركبا. ولا إلى ذكر الوضع لأن الصحيح اختصاصه بالمفردات، والكلام خاص بالمركب. الوضع اللي هو الوضع اللغوي. يعني إيه الوضع اللغوي؟ يعني الوضع اللغوي أي باللغة العربية. الكلام يكون باللغه العربيه. هو بيقول لك هنا المركبات هي الاصل ولا المفردات؟ المفردات. والمفردات معروفه بالوضع ولا مش بالوضع؟ بالوضع. فقال لك اذا كانت المفردات الشرط فيها ان يكون الوضع وضعا لغويا عربيا، فمن باب اولى ان تكون المركبات. المتركبه هذه المفردات الوضع ايه؟ العربي. واحنا كلامنا في المفرد ولا في المركب؟ كلامنا في المركب. فطالما كده مفرد،
وضع عربي، يبقى المركب هيكون ايه؟ وضع عربي، لانه متركب من هذا المفرد. وكمان يا اخواننا ده احنا كلامنا عن مين؟ عن المركب، فلناش دعوه ايه بالمفرد. فعشان كده يعني بيقول انه الكلام اللي هو الوضع مش معناش او لسنا في حاجه الى ان نذكره ونص عليه في المرحله دي. لكن في البدايه لازم كان ابن عبدالرومي يقول لك الكلام هو اللفظ المركب المفيد بايه؟ بالوضع. وان الوضع ده الجهتين، جهه القصد وجهه الوضع ايه؟ اللغوي او الوضع العربي. وضع بشوف شوف القيمه التي تستفيدها من التدرج اهو، من متن صغير الى متن اكبر منه الى متن اكبر بعد ذلك. والربط ما بين الامرين، وقلت لكم كلمه احفظوها عني وستعرفون قيمتها بعد ذلك. اذا حفظت، وهذا قلته قبل ذلك، اذا حفظت الفيه ابن مالك، شوف الالفيه نفسها اهي، لا غنى لك عن الابرومي. اذا حفظت الالفيه لا غنى لك عن الابرومي، لان هناك ترتيبات رتبها وتصورات وضعها وامور ركبها في هذا المتن تظل معك حياتك كلها. تصور لك المسائل بصوره جليه واضحه على مدى عمرك العلمي بعد ذلك. كنتم شايفين اهو نحن دائما بنربط الشرح ما بين ما قاله ابن ابي الروم. يعني انا قلنا من اول مجلس ان توقيع الازهريه الذي نشرحه هو في الاساس سيكون شرحا لايه؟ للابو الروم. عشان كده لازم تكون جالس معايا وانت مستحضر ايه؟ في الابو الرومي في ذهنك كده. نعم. مثال اجتماع هذه الثلاثه اعني اللفظ والكتابه، اعني اللفظ والكتابه والقصد، العلم نافع. فالعلم نافع لفظ لانه صوت مجتمع على مش لانه، لانه بعض لغة في هذا التركيز يقول لك ايه؟ لأن فعلت كذا لأنني، أو فعل كذا لأنه فعل كذا. لا، اللام مكسورة، اللام بتاعت لأن دي مكسورة، اللام اللي هي داخلة على أنه دي مكسورة، فتقول لأنه، لأنني، لأنك، لأنها، لأنهم، وهكذا. نعم. لأنه صوت مشتمل على بعض حروف الحلق واللسان والشفتين، وهي بعض الحروف الهجائية. في هذه النسخة الحروف الهجائية، وبدل ما يقول لك يعني الحلق واللسان والشفتين بيلخص يقول ان الحروف ايه؟ الهجائية. فالهمزة والعين والألف من الحلق، واللام والنون من اللسان، والميم والفاء من الشفتين، ومفيد لأنه. هذا أيضا ليس موجودا في كل النسخ. هذا يرد في ومبين، ومبين لأنه أفهم، لأنه أفهم معنى يحكم برضه معنى؟ معنى يعني برضه ثاني معنى؟ معنى إيه؟ معنى معنى ولا معنى؟ معنى. ولماذا قلت معنى؟ تنوي، هو أنت ما قلتش معنى، أنت قلت معنى بدون تنوين. نسيان ده ولا عدم؟ لأنه أفهم معنى يحسن السجود، يحسن السجود من المتكلم عليه، بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر. ومقصود شيء آخر ولا آخر؟ ولا آخر؟ شيء آخر ممنوع من الصرف الوصفية والعدل، وهيأتي هذا بالتفصيل. لكن هنا آخر صفة لشيء، وشيء مكسورة، وآخر صفة ممنوع من الصرف، وصفة المكسور والمكسورة زيها، لكن عشان هي ممنوع من الصرف فتحناها. وجر بالفتحات ما لا ينصرف، ما لم يضف أو ياكو بعد أن رد أكل. ومقصود بالإفادة لأن المتكلم قصد به إفادة السامع إذا كان السمع إذا كان السامع إذا كان السامع
يجهل ذلك. نعم. والإفادة المذكورة تستلزم التركيب، وكل مركب لا بد له من أجزاء يتركب منه. من أجزاء ولا من أجزاء؟ أجزاء. دي مش من نوع الصرف دي عشان زي أشياء. أجزاء وأنحاء هي أشياء، احنا مش قلنا إن أشياء من نوع الصرف عشان عارف الدليل من دولة؟ طب دي أخيرها هي همزة زيها زي أشياء. ألف التأنيث لابد أن تكون زائدة، لابد أن تكون إيه؟ زائدة. فكلمة أشياء مفردها شيء، صح؟ ولا مفردها إيه؟ شيء. فيها همزة ولا ما فيهاش؟ فيها. طب ما هي عامة فيها في المفرد، أنت قلت لي زائدة ليه؟ طب ما أنت شوف إحنا عملنا إيه؟ إحنا قلنا شيء. ايه يبقى زودنا الهمزه ولا زودناهاش؟ زودناها. اما كلمه اجزاء، هذه الهمزه ليست زائده، دي اصليه في الكلمه. مفرد اجزاء ايه؟ جزء. يبقى نقول كده بمن فينا اجزاء مصروفه من ممنوع من الصرف، لان هذه الهمزه حتى تمنع من الصرف شرطها ان تكون همزه زائده. فإذا كانت أصلية زي أجزاء أو منقلبة عن أصل زي أنحاء، مفرد أنحاء نحو، لكن بلد مفرد أنحاء نحو، فالهمزة هنا منقلبة عن أصل هو الواو، وزي سماء برضه أصلها سماء، عشان كده برضه صرفناها قلنا سماء، وزي بناء برضه بناء. يبقى بناء، سماء، أجزاء، أنحاء، كل هذه الكلمات كلمات مصروفة مع أن آخرها ألف تأنيث، إلا أنها ليست زائدة بل إنها أصلية. واضح الكلام؟ نعم. وأجزاء الكلام التي يتركب منها ثلاثة أشياء. إيه؟ ها؟ ثلاثة. أيوة. طيب أنا سمعني كده فرجع. يعني اجعلني افرح بما سافرح بانك تنطق نطقا صحيحا، بما سافرح بانك تجيب جبلا صحيحا. فاي انسان يساله سؤالا ويجيب جبلا صحيحا بالطبع افرح، ولا بد ان افرح. واي انسان اقول له كلمه او عباره او جمله فيفهمها واعرف انه فهمها، ولا بد ان افرح. وأي إنسان سيقرأ عبارة صحيحة قويمة خالية من الأخطاء بالطبع ذلك سيجعله أفرح. والعكس بالعكس، أي واحد هيجاوب غلط أو هيتكلم غلط أو هيفهم خطأ، كل ده يجعلني إيه؟ ها؟ أغضب وأزعل وأحزن وأكون بغير سرور، وأنا أريد أن أكون دائما إيه؟ مسرورا بهم. طب وأجزاء الكلام التي يتركب منها ثلاثة أشياء. ثلاثة أشياء. ثلاثة أشياء. يعني هنا أجزاء مبتدأ وثلاثة هنا الخبر بتاع المبتدأ. شوف أجزاء الكلام التي يتركب منها، كل ده لسه ما فيش أهو. يعني شوف أجزاء الكلام التي يتركب منها، كل ده لم يفد معنى يحسن السقوط عليه. أجزاء الكلام التي يتركب منها. فين الخبر؟ ثلاثة أشياء. كويس كده، أفادني معنى يحصل السكوت عليه، يبقى هنا في مسند ومسند إليه. طب اللي بعد كده الاسم والفعل والحرف، ده إيه ده؟ ممكن نعتبره هي الاسم والفعل والحرف تكون خبر وفعل محذوف، أو إنها تكون بدل من ثلاثة. وهي الكلمات الثلاث ولا رابع لها. ولا رابع لها هنا إشارة لمين؟ إشارة إلى أبي جعفر بن صابر. فالإمام أبو جعفر بن صابر قال إن أقسام الكلمة أربعة: اسم وفعل وحرف وخالفة، وهو اسم الفعل. فقال إن اسم الفعل هو جزء رابع من أجزاء الكلام، يخالف الاسم
ويخالف الفعل ويخالف الفرع، فلذلك سماه ايه؟ مخالف. وهذا كلام مخالف لما اجمع عليه النحاة، لان اجزاء الكلام كام؟ ثلاث. ثم اجمع النحاة على ان اجزاء الكلام ثلاثة، وخالف هذا الاجماع الامام مين؟ اسمه ايه؟ ابو جعفر ابن صابر. ماله ابو جعفر ابن صابر؟ قال ان اقسام الكلام كام؟ اربعة. الرابع سماه ايه؟ خالف. واضح؟ نعم. فسماه خالفة لأنه خلف عن الفعل، وهذا القول حدث بعد انعقاد الإجماع على الثلاثة فلا يعتد له. والترتيب الواقع بينها على ضربين، الضرب الأول غير مفيد. يعني التركيب الواقع بين الاسم والفعل والحرف، يعني أي تركيب واقع بين الاسم والفعل والحرف على ضربين، ضرب مفيد وضرب غير مفيد. يعني هذه قسمة عقلية، هجيب كل الأقسام العقلية اللي موجودة في العقل من تركيب الاسم مع الفعل مع الحرف، سواء كان اسم وزن، اسم فعل، اسم حرف، فعل حرف إلى آخره. فهي قسمة إيه؟ عقلية. يعني إيه قسمة عقلية؟ يعني هنجيب الأقسام الثلاثة ونركبهم مع بعض ونشوف فين المفيد وفين غير المفيد. قال الضرب الأول غير مفيد فائدة الكلام، وهو ستة أشياء، وهو ستة أقسام. الأول تركيب حرفين نحو ليتما. ليت أي حرف، وما حرف. تركيب حرف نحو الرجل، أل هي التعريفية، أل ده حرف ورجل اسم. نعم. تركيب اسمين لا إسناد بينهما كغلام زيد. يعني غلام زيد اسم وزن لكن ما فيش اسناد، يعني ما فيش مسند ومسند اليه، يعني ما فيش مبتدا وخبر، يعني ما فيش فعل وفاعل. ترتيب فعل وحق نحو قلما. ترتيب قلما، قل ده فعل وما حرف، وقل فعل لابد له من فاعل، اي فعل لابد له من فاعل. ما اللي دخلت على قلما، اللي دخلت على قل دي اسمها ما الكافه، ما الكافة. الكافة يعني ايه؟ يعني كفته عن احتياجه الى فعل. خلاص انت قلما فعل بس مش هيبقى ليك فعل. ليه يا عم قلما ما لكش فاعل؟ ما انا دخل عليا الماء الكافة خلاص. زي قلما ايه؟ يقول لك طالما، كثر ما، قصر ما. فالاربعة دول افعال، قلما، قاصورا ما بالقاف والصاد، كثرا ما بالكاف والثاء. الرابع قلنا ايه؟ قلنا ايه؟ طالما. واضح؟ فطالما وقصر ما وكثر ما وقلما هذه افعال لا تحتاج الى فاعل لانها قد دخلت عليها ما الكافه. الكافه يعني كفت عن العمل، زي بالضبط كده الماء الكافة دي لما تخش على إن وخرج، وده هيأتي في درس إن، يقول لك إن زيد مجتهد، دخل ما على إن أدوب إنما زيد مجتهد، خلاص ما أصبحتش زيد مجتهد دي زيد مجتهد، فهي كانت إن زيدا مجتهد، كأن زيدا مجتهد، لما دخل ما على إن أدوب إنما زيد مجتهد، ترجع مبتدأ وخبر زي ما هي. طب ليه ده في إن؟ ما خلاص دخلت عليها ما الكاف. طب ده كأنما زيد مجتهد، يا عم دي زيد مجتهد، اسم كأن وخبر كأن، لا دخلت عليها إيه؟ ما الكاف. واضح؟ تركيب فعل نحو حبذا، ترتيب فعل وفعل نحو كتب قرأ، وهذا النوع لا يتكلم به عربية. هي زي ما قلت، شوف بيقول لك ايه لا يتكلم به، فهم ذكروا ليه؟ لانها قسم عقلية. يعني قسم عقلية؟ يعني هذه الثلاث اقسام ولخبطهم في بعض كده وضربهم في بعض هتطلع الاقسام دي. فهينتج منها ايه؟ لانه منها ما يتكلم به، ومنها ما لا يتكلم به، ومنها ما هو مفيد، ومنها ما هو ايه؟ غير مفيد. نعم.
والضرب الثاني ما يفيد فائدة الكلام وهو قسمان. الأول ترتيب فعل واسم، ولو ترتيب فعل واسم على وزن يكون الفعل فيه حديثا عن الاسم، عن الاسم نحو قام زين وتسمى جملة حديثا عن الاسم، يعني إخبارا عن الاسم، إخبارا مش الحديث اللي هو ضد القديم أو المقابل للقديم، لا حديثا عن الاسم يعني إخبارا عن إيه؟ عن الاسم، يعني عايز يقول لك يعني إن هو جملة بدأت بفعل، فهتكون جملة إيه؟ فعلية. نعم. الثاني ترتيب اسمين على وزن يكون أحد يكون أحدهما فيه خبرا عن الآخر نحو زيد عبد، وتسمى جملة اسمية ولا مدخل للحرف في ذلك لأنه ليس مقصودا بالذات، وإنما يؤتى به لمجرد الربط بين اسمين نحو زيد في الضرب. يعني لا مدخل للحرف في ذلك أي في هذا الضرب الذي هو يفيد. مفيش تركيب لفعل حرف أو لاسم حرف. إما فعل وسط أو اسم وسط. غير كده مفيش. بخلاف الضرب الأول هو القسمة دي كانت قسمة إيه؟ كانت قسمة عقلية مجردة. فعشان كده كان فيها ما يفيد وفيها ما لا يفيد. أو فعلين نحو إن تضرب أضرب. أو فعل مس أو فعل وسط. نحو مررت بزيد أو جملتين نحو إن جاء زيد أكرمته. فالضمير هنا أو الحرف هنا اللي هو الضمير في أكرمته هو رابط ما بين جملة أكرمته وما بين اللي هي يعني هتكون جملة الشرط وإن جاء زيد اللي هي فعل إيه؟ فعل الشرط. وكذلك مررت بزيد. نعم. ويتميز الاسم. هنخش هنا بقى، وعلى فكرة خشة فعل ماضي موجود المعاجم يعني فصيح خش يخش خشا، نخش زيها زي ندخل، يعني ما هياش لغه عاميه مصريه مبتذله، لا لغه عربيه ايه فصيحه، خش يخش. تمام. والمصدر ايه؟ خش. فنخش يعني برضه لغه عربيه ايه؟ عربيه فصيحه. وتميز الاسم عن الفعل وعن الفعل والحرف بواحد من أربعة. شرع الشيخ في الحديث عن علامات الاسم وذكر بعض العلامات، وقلنا سابقا أن علامات الاسم أكثر من 30 علامة ذكرها السيوطي في الأشباه والنظائر النحوية، من أراد الرجوع عليها كاملة فليرجع إلى الأشباه والنظائر. وكل صاحب كتاب يذكر بعض العلامات، ابن أبو الروم يذكر بعض العلامات، الأزهري يذكر بعض العلامات، ابن هشام في القبر يذكر بعض العلامات، ابن مالك في الألفية يذكر بعض العلامات، ودليل هناك تفاوت هنا غير هناك غير هنالك وهكذا. ليه؟ كل يذكر العلامات التي يراها مناسبة لهذه المرحلة التي فيها الطالب، فليس معنى هذا الاختلاف أيضا. كما وضحنا في موضع السابق، لا ده مش اختلاف، ده تخير وانتقاء، تخير وانتقاء. ده مش واحد سهى عن العلامات وذكر بعضها ونسي بعضها، لا ده هو تركها عاملا، هو يعرف ما يأخذ وما يترك، يعرف ما سيكتبه وما سيهمله، لا يذكره. لكن في المجمل ان علامات الاسم تزيد على كم علامه؟ تزيد على 30 علامه. وعلامات الحرف وعلامات أصل الفعل بضع عشرة علامة، يعني أكثر من 12 علامة أو شيء، برضو يذكرون بعضها. قال وسيم وسمه داء تأنيث الساكنة مثلا، فتبقى البتاع فعلت وقالت ويفعل يقولون أكون الفعل ينجلي مثلا في الألفين، برضو يذكر بعض العلامات هنا وبعضها. فالخلاصة ما أريد أن أقوله إن علامات الاسم كثيرة تزيد على 30 علامة، ذكر هنا الإمام بعضها وأهمل المعظم، وكذلك علامات الفعل بضع عشرة علامة يذكرون في كتب النحو بعضها ويهملون البعض الآخر. نعم. أولها الخفض وهو الكسرة التي، وقلنا قبل ذلك إن اصطلاح الخفض مصطلح بصري مصطلح كوفي، والجر مصطلح بصري. وهو الكسرة التي تحدث عند دخول حامل الخفض
سواء سواء كان سواء 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 كان القاصد حرفا او اسما ولا ولا ثالث لهما ولا ثالث لهما على الاصح. حينما يذكر العالم اي عالم في اي كتاب اي عالم في اي كتاب بقاعده عامه يقول لك الاصح، تعرف ان هناك قولا مقابلا له صحيح، وحينما يقول لك الصحيح تعرف ان القول المقابل له ضعيف يعني غير صحيح، وحينما يقول لك والفصيح كذا فتعرف ان المقابل له غير فصيح، وحينما يقول لك الافصح كذا فتعرف ان القول المقابل ايه فصيح. اخد بالك؟ فيجي يقول والله المساله دي فيها قولان، فيقول لك من باب صحيح وضعيف ولا صحيح واصح؟ لانه لو من باب صحيح وضعيف يبقى خلاص واحد صح والثاني غلط، اما لو من باب صحيح واصح يبقى واحد صحيح والثاني اصح منه، يعني كلاهما ايه صحيح، كلاهما صحيح وكلاهما قوي، لكن هناك قوي واقوى، صحيح واصح، فصيح واصح. واضح الكلام؟ فالشيخ عايز يقول هنا انه اصح هو القاصد اما ان يكون حرفا او اسما، بس على كده يعني هو في اخر المد في اخر الكتاب هيذكر ان في حاجه اسمها جر المجاوره وجر بالتوهم وجر بالتبعيه، لكنه على قوله هذا يرد هذه الأنواع إلى أن الجار إما حرف أو اسم. أخد بالك؟ لذلك هو كان دقيق هنا. هو قال لك إن الجار يا حرف يسمع على الأصح. وهذا لا ينفي أن هناك جر بالمضارع. اللي هو في الأساس بالمضارع كما قلنا سابقا. وإنه في جر بالتبعية. وإنه في جر بالمجاورة. وإنه في جر بالتوهم. فكل هذه الأنواع أقوال صحيحة أم ضعيفة؟ صحيحة، لا يعبر عليها كلام الشيخ هنا قوله إيه؟ الأصح، لأنه ذكر كلمة الأصح. لو كان جد صحيح يبقى قلنا هنا في هذه الحالة قلنا إن هذه الأقوال إيه؟ ضعيفة. واضح الكلام؟ ثانيها التنوين وهو نون ساكنة تلحق الآخرة تثبت أصلا غالبا فيهن. ركزوا معايا هنا في كل كلمة يقولها الشيخ، لأن كل كلمة فيها استثناء بعد كده. هو قال إيه؟ نون ساكنة تلحق الآخر يعني مش الأول، تثبت أصلا غالبا فيهن غالبا فيهن. ايه فيهن؟ لو الضمير يعود على ايه فيهن؟ على القيود التي ذكرها ان هي ساكنه وان هي تلحق الاخر وانها تثبت وصلا، اي هذه القيود غالبا اغلبيه، ومعنى ان هي اغلبيه يبقى في ايه غير الاغلب اللي هو القليل يعني، وسياتي هذا التوضيح بعد سطرين. نعم. وتحمد خطا ووقفا غالبا، اهو ووقفا غالبا. تعال شوف بقى غير الغالب وناخذهم واحده واحده. غير الغالب ان التنوين قد يحرف قد اهو، هو ذكر في اول شيء قال ايه؟ نون ساكنه، فمن غير الغالب ان يحرك التنوين، مع ان النون اصلا قلنا انها نون ساكنه، ده الاصل وهذا هو الغالب. فمن غير الغالب يعني ما هو قليل ما ياتي قليلا يعني ان النون تحرك مع انها اصلا ايه؟ ساكن. زي محظور ننظر، محظور ننظر، شوف المفروض كنا قلنا ايه؟ محظورا انظر، لا ده عشان الهمزه بعدها همزه وصل رحنا حركنا العمليه، محظور ننظر، شوف اصبحت النون متحرك ولا ساكن؟ متحرك. وده الاصل ولا الغالب؟ ده أصل ولا غالب؟ ده غير الغالب. لا هو أصل ولا هو غالب. ده غير إيه؟ غير الغالب. نعم.
الأول. شوف هو في العبارة قال إيه؟ نون ساكنة تلحق الآخر مش الآخر. هناك فارق بين الآخر والآخر. إيه الفارق؟ الآخر هو الحاجة التانية، الآخر هو آخر حاجة. كلامك صح بس مش مضرب ضرب علميا. نحن نقول الأول والآخر يبقى هما اثنين فقط، أو الأول والآخر يبقى الأول والآخر. لكن العبارة إيه؟ إنه حينما يكون هذا الشيء هو آخر الأشياء تمام يبقى آخر. أما حينما يكون هناك وجه ومناظر له أو شيء ومقابل له يبقى آخر. يعني هما اثنان لكن ليس أول وثاني. يعني لو في أول وثاني وأول وثاني وثالث وفي آخر. لكن لو هو أول وثاني فقط ما نقولش بقى أول وثاني، نقول إيه؟ أول وآخر. عشان كده الصواب في الشهور العربية الهجرية نحن نقول ربيع الأول وربيع الآخر. يعني لا نقول ربيع الآخر. ليه؟ لأنه مفيش تاني وتالت ورابع عشان يكون في آخر. ولا نقول أيضا ربيع ثاني. لو في هناك ثاني لا كان شرطا أن يكون هناك ثالث. واضح؟ يبقى لابد أن نقول ربيع الأول وربيع إيه؟ الآخر. وكذلك نقول جمادى الأولى وجمادى الأخرى. أخذ بالك؟ وجمادى الأخرى مش جمادى الثانية ولا جمادى، لأن كلمة جمادى نفسها برضو مؤنث وليس مذكر. فتجد بعض النتائج كده والتقاويم يقول لك جمادى أول وجمادى ثاني، هذا قصد أيضا. واضح الكلام؟ نعم. نحو شربت ماء. شربت من بالتنوين هي ماء. أخذ بالك؟ التنوين على ايه؟ على المين. والتنوين اصلا بيكون فين؟ على الاخر، اخر الكلمه. فمن غير الغالب ان ياتي على اول الكلمه. اصل ماء ما وقع. اصل الالف دي هي مقاربه مقاربه عن واو. فلما رحت حذفت الهمزه ونونت ونونت المين. المين هنا اول الكلمه ولا اخر الكلمه؟ اول الكلمه. طب والتنوين ياتي في الغالب في اخر الكلمه ولا في اولها؟ في آخر الكلمة. يبقى تنوين الميم في ماء هنا غالب ولا غير غالب؟ من غير الغالب، يعني خلاف الأصل. نعم. وقد يحدث وصفا إذا كان في علم موصوف جد مضاف إلى علم النحو. قال زيد بن عمرو بحذف تنوين زيد تخفيفا. هنا عايز يقول لك إن التنوين يثبت وصلا، يعني في وصل الكلام لما اصل الكلام يثبت. وهنا امر مهم يكثر فيه الخطا على الالسنه، خاصه عندما يقرا طالب العلم اسانيد الحديث الشريف، فيقول مثلا حدثنا فلان بن فلان عن فلان قال اخبرنا قال انبانا الى اخره. يعني خلي بالك معايا، هناك امران. اول امر كلمه ابن، احفظ كده معايا، ابن صفة لما قبلها، صفة لما قبلها مضافة إلى ما بعدها. ابن الوالدة في أثناء ابن فلان دي ابن هذه تكون صفة لما قبلها ومضافة إلى ما بعدها. معنى الكلام ده إيه؟ معنى الكلام ده إنه لو عندي اسم رباعي مثلا، أحمد ابن فلان ابن فلان ابن فلان، إحنا قلنا إنه ابن مضاف إلى ما بعدها، يعني اللي بعدها هيكون ماله؟ مضاف ليه؟ يعني مجرور، إما أن يجر بالكسرة أو أن يجر بالفتحة إذا كان ممنوعا من الصرف. أهل بلد
انت مثلا اسمك ايه؟ رباعي. محمد ممدوح محمد الطارق. فمحمد ده محمد مرفوع هو محمد. طب ابني اللي بعدها هيكون مالها مرفوع عشان صفه لا يعني من التوابع. ثم بقيه اسماء الاباء واجداده كلها هتكون مالها مجهوله بما فيها كلمه ابن اللي بعد كده. فلو فرضنا ان هناك انسان اسمه محمد ابن اسماعيل ابن احمد ابن اسحاق هيكون كده محمد ابن اسماعيل عشان نوع من الصرف ابني لان يعني شوف ابني هنا صفه لمين؟ لاسماعيل اللي هو اصلا ماله مضاف اليه كويس؟ ابني احمد عشان ممنوع من الصرف. طب اللي بعدها ابني علشان صفه لاحمد اللي هو ماله ممنوع من الصرف وهو اصلا اعرابه مضاف اليه ابني اسحاق بالفتح ليه؟ عشان ممنوع من الصرف وهكذا. وتدرب نفسك كده تقول اسماء كده من نفسك. طيب قال محمد ابن اسماعيل كويس. طيب رايت محمد ابن اهي مفتوحه ليه؟ لان محمد الاولى منصوبه تمام. ذهبت الى محمد يبقى بقى في الحاله دي طالما الاسم الاول مجرور يبقى كله بعد كده ايه؟ مجرور تمام. ده أول أمر. الأمر الثاني كان حق هذه الأسماء المصروفة أن تنون يعني كان الحق أن نقول قال محمد ابن محمد ابن ابن ممدوح ابن عرفات ابن مسعد إلى آخره. كان هذا هو الأصل. لكن في هذه الحالة وهي حالة غير أغلبية يعني مستثناة يعني هي قاعدة لكنها مستثناة من الأصل أنه إذا وصف الاسم بابن يحذف منه التنوين تخفيفا. فنقول قال علي بن أبي طالب حذفت التنوين من علي صح؟ مع أنه هو ممنوع من صفر مصروف مصروف كان يقول أقول قال علي ابن أبي طالب. طب ليه أنا قلت قال علي حذفت التنوين وطالب أثبت التنوين؟ لأنه لا يوجد ابن بعد أبي طالب. لو أنني أردت أن أذكر نسبه كاملا فآتي عند الاسم الأخير الذي ليس بعده ابن وأنونه. أما طالما أن الاسم موصوف بابن فلا بد أن أحذف من هذا الاسم التنوين. ولذلك أقول قال أبو بكر الصديق. طب حينما أقول أبو بكر ابن أبي قحافة أقول قال أبو بكر ابن أبي قحافة. طب واحد يقول طب أنت قلت قال أبو بكر ابن ما أنت كنت تقول ابني عشان بكري. أقول لك لا خلي بالك هنا بالضبط كده يظهر على أبو. فأقول قال أبو بكر ابن رأيت أبا بكر ابنا ذهبت إلى أبي بكر ابني وهذا. الصفة التي تأتي في الآخر تتبع الاسم الأولاني يعني حينما أقول قال محمد ابن إسماعيل وعايز أقول البخاري يبقى أقول البخاري على اسم الصفة الإسماعيل ولا محمد اللي هو أول المذكور محمد. قال محمد بن إسماعيل البخاري رأيت محمد بن إسماعيل البخاري تمام. على أساس هي دي كلها هتكون تابعة أيضا للاسم الأول. فالاسم الأول تقول مثلا حدثنا محمد ابن إسماعيل ابن إسحاق ابن داود ابن إبراهيم ابن طاهر. طبعا أنا ذكرت طاهر هنا علشان إيه؟ خلاص هو آخر اسم ليس بعده ابن
لكن لو في ابن بعدها لابد ان احذف ايه؟ احذف التنوين. اخد بالك؟ فالخلاصة التي اريد ان اقولها ان ابن اذا ذكرت بين اسمين تكون صفة لما قبلها مضافة الى ما بعدها. واراعي هنا الممنوع من الصرف، ولما هنأتي الممنوع من الصرف هنتحدث عنه من الاستفاضة والشروط والضوابط والقواعد وما الى ذلك. تمام. الامر الثاني انه اذا وصفت الكلمة بابن، يعني اذا جاء بعد رزق كلمة ابن يحذف التنوين ايه؟ تخفيفا، مع انه قياس انه هو ما كان يحذف هذا التنوين. واضح؟ لانه يثبت يثبت التنوين وصلا، فيثبت التنوين وصلا الى في هذه الحالة. ما هي هذه الحالة؟ ان توصف الكلمة بايه؟ بابن. واضح الكلام؟ يحذف التنوين من الاسم، انما كده كده ابن مش منونه، احنا بنتكلم على الاسم نفسه انه حقه ان ينون، فحذفنا التنوين. قال محمد ابن اسماعيل، كان القياس ان اقول محمد ابن اسماعيل، لكنه لانه وصف بابن رحت حذفت مين؟ التنوين. لو انا حوشت خالص وحبيت اقول قال محمد البخاري، في هذه الحال سأقول قال محمد البخاري، رأيت محمدا البخاري، ذهبت إلى محمد البخاري، وهكذا. واضح هذا الكلام؟ واضح؟ فهم؟ اللي في أي حد مش فاهم يقول لست بفاهم. طب اللي مش فاهم يرفع إيده، طب اللي فاهم يرفع إيده، مش كله رفع إيده ومش كله فاهم، كله فاهم يعني. الكل هنا المراد بها المجموع ولا الجميع؟ كل ولا كلية هنا؟ المراد به الجميع ولا المجموع؟ أنا عايز الجميع مش المجموع. لأن لو أردنا بكل المجموع يبقى المعظم فاهم، بس فيه مش فاهم. لو أردنا الجميع يبقى الكل، الحمد لله، وإحنا عايزين هنا الجميع. أهل البلد؟ لأن كل أحيانا يراد بها الجميع، وأحيانا يراد بها إيه؟ المجموع. كل بدعة من ضلال، ليس المراد بها كل الأفراد، يعني كل البدع، لا، كل بدعة ضلالة، المقصود بكل هنا أي مجموع البدع، يعني معظم البدع ضلال، فهذا لا ينفي أن هناك بدعا حسنة، والبدعة الحسنة موجودة ومنصوص عليها، الشافعي نص عليها، والبيهقي وابن حجر والنووي وعلماء الإسلام قاطبة، حتى ابن تيمية نفسه قال بإن البدع في بدع ضلالة وفي بدع هدى، في بدع محمودة وبدع مذمومة، وجمهور العلماء على أن البدعة تجري عليها الأحكام الخمسة، فالبدعة أحيانا تكون واجبة، في بدعة واجبة، زي إيه البدعة الواجبة دي؟ زي المجلس اللي إحنا عاملينه ده، هو ده كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يجلس معه ويعلمه النعم والفعل والمفعول، هل هناك أحاديث واردة بما نقوله هذا؟ هل هناك نص ودليل على تعلم علم النعم؟ بس دي بدعة واجبة عشان نفس الدين. القرآن الكريم تقسيمه إلى أحزاب وأرباع وأجزاء وما إلى ذلك، هذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. هو معنى كده أن القرآن بدل وغير؟ لا طبعا، بس التقسيم ده كان واجبا لحفظ القرآن الكريم، فليس زائدا في الكلمات أو الآيات أو الحروف، دي أمور شكلية ليسهل حفظ هذا الكتاب وليسهل على الأمة أن تحفظه. فنحفظ كده أن البدعة تجري عليها الأحكام الفقهية الخمسة، تكون واجبة، تكون مندوبة، تكون حراما، تكون مكروهة، وأحيانا تكون إيه؟ مباحة. نعم. تنوين أقسام أربعة، تنوين التمكين نحو زيد و... أقسام التنوين عشرة. أقسام التنوين كام؟ تحفظ كده. وعلى فكرة يا جماعة، أنا لما بقول تحفظ وتعرف وتفهم والكلام ده، في هذه التاء فصيحة لغة، يعني وريدة عن العرب، يعني ليست لغة عامية. ففي بعض اللهجات العربية يجوز كسر تاء حرف المضارعة، يعني نقول تعرف وإيه؟ تعرف، تفهم وإيه؟ وتفهم.
تحفظ وايه وتحفظ اهل البلد. بس انت طبعا يعني لما تتحدث وتكون على معرفه بالقاعده وانت بتتكلم على معرفه، انما الثاني بيتحدث وهو اصلا ما يعرفش ان في قاعده بتقول كده، وهو يتكلم بها عاميا. وانا اريدكم ان تهتموا بان تتحدثوا اللغه العربيه السليمه الفصيحه على الاقل فيما بينكم. ليه؟ لان بها تثبيت القواعد التي تاخذونها، ولان بها تعويد اللسان على النطق الصحيح، ولان بها حفظ السنتكم من الزلل والقدر، ولان بها حفظ العقل والذهن من نسيان القواعد التي تاخذها. وهو ده البول الكبير الان ما بين دراسه اللغه وتطبيق اللغه. احنا بنعرف القواعد، لكن المشكله اننا لا نطبق. طب ليه لا نطبق؟ لا تهتم بهذا، لا اهتم بهذا، واجعل الحديث باللغه العربيه الفصيحه هو شعارك الذي تدفعه ودثارك الذي تتدثر به. فالتنوين اقسامه الاجماليه 10، المذكور هنا 4 اقسام. تنوين وتمكين. التمكين يعني تمكين الاسم في الاسميه. معنى التمكين اي ان هذا الاسم متمكن في الاسميه. يعني ايه متمكن في الاسميه؟ متمكن في الاسميه اي انه لم يشبه الحرف فيبنى، او يشبه الفعل فيمنع من الصرف. لان الفعل اذا اشبه الحرف، الاسم اذا اشبه الحرف من وجه بني، تمام، واذا اشبه الفعل من وجه منع من الصرف. فمعنى التمكين، تنوين التمكين يعني التمكين في الاسمية. ولما هياتي حديثنا عن النوع من الصرف هنقسم الاسم الى متمكن وغير متمكن، والى ان المتمكن نوعين، متمكن امكن ومتمكن غير امكن. واضح؟ يبقى الاسم كم نوع؟ متمكن وغير متمكن. المتمكن اللي هو المعرض، وغير المتمكن اللي هو ايه؟ المبني. كويس؟ نعدل المتمكن نوعين، امكن وغير امكن. المتمكن الامكن اللي هو المصروف، المتمكن غير الامكن اللي هو ممنوع من الصرف. واضح الكلام كده؟ يبقى كانهما درجتان. الدرجة الأولى أشبه الاسم الحرف فبني، فأصبح عندي متمكن وغير متمكن. والدرجة الثانية أشبه فيها الفعل ومنع من الصرف، فأصبح عندي متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. متمكن أمكن يعني متمكن وأمكن كمان في الاسمين. متمكن غير أمكن يعني متمكن غير أمكن فين؟ في الاسمين. لانه نفى من الاولى اللي هو شبه بالحرف، لكنه وقع في الثانيه فاشبه ايه؟ فاشبه الفعل. واضح ولا معيد؟ واضح؟ فاهم؟ نعيد مره ثانيه. انا حاسس كده برضه، الواحد برضه ايه؟ يعني احيانا كده بيشعر باشعار مشعر بالشعور. شوفوا يا جماعه، ادي الاسم اهو هينقسم الى قسمين، متمكن اللي هو المعرض، وغير متمكن اللي هو مين؟ سمعوني كده. طب سمعوني، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. روح داخل المتمكن، فيقول لك يا عم برضه هنقسم لقسمين، امكن وغير امكن. الامكن ده هو مين؟ اللي هو المصروف، مش المصروف اللي هو مصروف الجيب، لا، المصروف يعني اللي هو المنصرف. سيبك من المصروف، خلينا في المنصرف. طب
هو الكلام على ايه؟ على وجهه وعلشان ما يبقاش فيه منصرف لفظ منصرف متمكن غير امكن يعني ممنوع من الصرف. لانه ببساطه شديده الصرف هو التنوين، واخد بالك؟ الصرف هو ايه؟ هو التنوين. فمعنى رزق ممنوع من الصرف يعني ممنوع من ايه؟ من التنوين. فاحنا جينا هنا يا عم رزق، هو انت كلك هتنون ولا في غيرك هينون ولا مش هينون؟ قال لك والله انا همر بعمليه فلتره. اول حاجه الحرف هيجي هياخد مني ناس هيبقوا مبنيين، تقول كده خلاص مش 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 هنونهم من الاول، ما لهمش تنوين، هو المبني لا ينون. حيث واين وامس والكلام ده كله مفيش تنوين، حركه بس. يبقى ده رايح هكمل الاول كده اللي هو غير المتمكن ده. ناتي للمتمكن، فقال لك انا معرف يعني متمكن يعني منون، بس في عندي مشكله ان احنا بعد ما سيبنا الحرف ومشينا وخد الناس اللي تشبهه الفعل قال لي امسك، ده انت في عندك ناس تشبهني فانا عايز اخدها منك. هات بقى، هات اللي يشبهني العله، وهات بقى اللي يشبهني العلتين، وهات بقى ايه الناس دي عشان ده اخدها كده على جنب حتى امنعها من ايه؟ من التنوين. فالناس اللي راحت مع الفعل واصبحت ممنوعه من الصرف منعت من التنوين. اللي بقوا في الاخر مع الاسم اصبح اسمه متمكن وامكن، هم دول المصروفين اللي احنا بنسميه ايه؟ منون. فعلشان تحفظ في النهايه انه معنى كلمه صرف تنوين، معنى ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين، معنى منصرف يعني منون. واخد بالك؟ واضح كده؟ وعيد مره اخرى، وعيد وعيد. ها قعد، طب قول لي قعد. ها قول قعد. قعد اعرف قعد. فعل امر مبني على ايه؟ مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره ايه؟ انت، تقديره انت. تعالى انت بقى عيد. قلنا يا شباب الاسم ينقسم الى قسمين، معرب ومبني، تمام؟ المعرب ده اللي هو متمكن يعني متمكن في الاسمين، المبني هذا اللي هو اسم غير متمكن يعني غير متمكن في الاسمين. ليه غير متمكن؟ لانه اشبه الاسم من ناحيه، لكن هناك شبه بالحرف من ناحيه اخرى. شبهه بالحرف ده هو الذي جعله مبنيا. ما هو السبب في بناء بعض الاسماء شبهها ببعض الحروف؟ واضح كده؟ ثم المتمكن هذا قسمناه الى قسمين. المتمكن ده اللي هو منون، واحد هنرفع منه التنوين، هنمنعه من التنوين لانه اشبه الفعل من ناحيه واصبح اسمه ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين، والقسم الاخر سيظل على تنوينه. فادينا له العلامه الاولى اللي هو المتمكن، وبعد كده زدناه تمكينا وسميناه ايه؟ امكن. صاحبنا ده ليه قلنا عليه متمكن؟ اللي هو مع انه ممنوع من الصرف لانه معرض. لكن بلد لانه ايه؟ معرض. طب المبني، المبني قرب بره الليله كلها، بره الليله مش هيحضر الفرح اصلا. فلو اعتبرنا ان ده فرح وفي معازيم، المبني مش من ضمن المعازيم. مين هما المعازيم؟ المعازيم الممنوع من الصرف والمصروف اللي هما الاثنين يطلق عليهم متمكن. لكن واحد متمكن امكن فظل على تنوينه، وواحد ثاني متمكن غير امكن منع من الصرف يعني منع من التنوين، والسبب في ذلك انه اشبه الفعل من ناحيه او من ناحيتين
يعني بعلة أو بعلتين كما سنعرف ذلك إن شاء الله في درس ممنوع من الصرف. طبعا أكيد كلكم فهمتم لأن مش هشرح تاني. قال كل فهم وكل هنا نقصد بها الجميع وليس المجموع، أنا متأكد من كده. اقرأ. قال تنوين، قال الثاني تنوين التنكير نحو سيبويه وصهر. يعني هنا هذه الأسماء مبنية. سيبويه أصلا ده من ضمن كل الأعلام المختومة بويه مبنية على الكسر. سيبويه، نفطويه، درستويه، وفيها مدقان. سيبويه أو بالضم سيبويا. تمام؟ نفطويا، درستويا. فالمحدثون على الضم، يعني المحدثون لغة المحدثين يقولون سيبويا، نفطويا، درستويا. أما الأمويون فيفتحون الواو، يقولون سيبوي، نفطوي. وفي النطقين نطق المحدثين أو اللغويين، يعني كلا النطقين الهاء كسر تحته، يعني تقول رأيت سيبويه، جاء سيبويه، ذهبت إلى سيبويه. والكسرة دي ما هياش علامة على إن هو مجرور، لا، إن هو مجرور بالكسرة المقدرة لأن مبني على الكسر. فنقول ذهبت إلى سيبويه. سيبويه هنا اسم مجرور بإلى وعلامة اسم مجرور بإلى، اسم مبني على الكسر، مبني على الكسر في محل جر بإلى. الرب اسم مبني على الكسر في محل رفع على انه فاعل، لو منصوب على انه مفعول يبقى مبني على الكسر في محل ايه؟ في محل نصب، وهكذا. فكلمة سيبوي على معرفة، فجئت الى هذا المعرفة، الى هذا العلم هو معرفة، وجعلت فيه تنوينا دل على تنكيري. فحينما اقول سيبويه فانني اريد العلم المعروف بذلك، اما حينما اقول سيبويه فان هذا التنكير قد دل على انني لا اريد سيبويه بعينه وانما اريد اي سيبويه. الامام تنوين ايه؟ التنكير. فبدل ما كان معرفه خلينا نكر بهذا ايه؟ بهذا التنوين. قال الثالث تنوين تنوين المقابلة نحو هندات ومسلمات، فإنه في مقابلة النون في زيدين ومسلمين في كونه. خلي بالك معايا إنه محمد مفرد، محمد ده معرب ولا مبني؟ معرب، يعني متمكن ولا غير متمكن؟ يعني متمكن. مصروف، مصروف ولا ممنوع من الصرف؟ مصروف، يعني متمكن. امكن ولا غير امكن؟ يعني امكن. واي صرف؟ جميل، جيد. رحنا قلنا محمدون جمعناه جمعا مذكرا سالما. انتبه الى ان النون التي في جمع المذكر السالم هي التي تقابل التنوين في المفرد. النون في جمع المذكر السالم هي التي تقابل التنوين في المفرد. والدليل على ذلك أنك حينما تقول المحمدون مجتهدون فإنك تقول في الإعراب المحمدون فاعل مرفوع بالفاعلية وعلامة رفعه إيه؟ الواو. وما فيش أي سر عن النون. ليه عم؟ لأن النون دي سواء كان هو مرفوع أو منصوب أو مجرور دي تقابل مين؟ تقابل التنوين في المفرد. ولذلك أيضا، ولذلك أيضا حينما تكون هذه الكلمة مضافة إلى ما بعدها أحذف هذه النون. فأقول مثلا مؤمنون، تمام؟ وأريد أن أضيف هذه الكلمة إلى كلمة بعدها ولتكن المدينة، فأروح حذف النون دي وتبقى إيه؟ مؤمنو المدينة. وانتبه فليس هناك ألف بعدها، لا، هي تحذف النون وخلصنا على كده. ومن هنا يظهر خطأ بعض من يكتب
فيضيف واو بعد يضيف ألف بعد واو جمع المذكر السالم، هذا خطأ. ما دامت الكلمة جمع مذكر سالما وأضفتها إلى كلمة بعدها وأبقيتها على الواو فقط، فلا أضيف ألفا بعد هذه الواو، فأقول مؤمنو المدينة بالواو فقط، أقول مشرقو مكة بالواو فقط، أقول مجتهدو الجامعة بالواو فقط، أقول طالبو المعرفة بالواو فقط. يبقى كل هذه الكلمات ليس فيها إيه؟ ليس فيها ألف، ينفعش أحط لها ألف، خطأ إنك تضع ألف، خطأ إملائي مبني على خطأ لغوي. طيب الأمر الثاني إن حذفت الواو، لماذا حذفت الواو؟ لأن المخرج بتاعها لما أضيفه أحرف التنوين. أخذ بالك، كلمة مؤمن معربة ولا مبنية؟ معربة. منونة ولا غير منونة؟ منونة. مصروفة ولا ممنوعة؟ فلما أقف عليها أقول مؤمن، صح ولا لا؟ طب عايز أقول مؤمن المدينة، هقول مؤمن المدينة ولا مؤمن المدينة على طول؟ يبقى هحذف ايه؟ ايه التنوين؟ فحذفت التنوين في المفرد عند الإضافة، قابله أنني حذفت النون في جمع المذكر السالم، لأن هذه النون في الجمع هي التي تقابل التنوين فين؟ في المفرد. حينما أقول طالب الحقيقة، هل سأقول طالب الحقيقة بالتنوين أم سأحذف التنوين؟ سأحذف التنوين. يقابلها أنني حينما أجعلها جمع مذكر سالما وأقول طالبه بالواو دون ألف بعدها الحقيقة، سأحذف هذه النون لأن تلك النون تقابل التنوين فين؟ في المفرد. يبقى هذه النون جمع المذكر السالم تقابل هذا التنوين في المفرد، ويقابل الاثنين هذا التنوين في جمع المؤنث السالم اللي هو في مسلمات ومؤمنات وقانتات، مسلمات مؤمنات قانتات. فهذا التنوين يسمى تنوين المقابلة. تنوين المقابلة أي أنه يقابل النون الذي في المفرد ويقابل التنوين الذي في المفرد ويقابل التنوين الذي فين؟ في جمع، ويقابل النون الذي في جمع المذكر السالم. فلأجل هذه المقابلة في المفرد تنوين جمع المذكر السالم فيه نون، فرحنا جبنا في المؤنث السالم ايه؟ تنوين، واسمينا هذا التنوين تنوين ايه؟ مقابلة. واضح الكلام؟ مفهوم؟ مفهوم؟ طيب مفهوم؟ اجل. قال الرابع تنوين وعوض نحو جوار ويومئذ. الأول عوض عن حرف أصلي وهو الياء وأصله جوار. نعم. والثاني عوض عن جملة وليس. طبعا تنوين العوض والعوض عن جملة وعن مفرد كما هو معروف ومشهور، وليس منه العوض عن المفرد، وهذا أيضا فيه خلاف، هو منه ولا مش منه. جرى الشيخ هنا على أنه ليس منه، وبعضهم يقول أنه منه. في مثل كل وبعض، فإن تنوينهما تنوين تمكين يزول عند الإضافة وينزل عند عدمها، وهذا هو الصحيح. نعم. ثالثها الألف واللام بالاسم والصفة، أي الألف واللام التعريفية من علامات الاسم. رابعها دخول حرف الخبر نحو من الله ومن الرسول، ونتوقف عند هذا القدر، ونكمل الخميس القادم بإذن الله، لأننا كما قلنا إن هذا الأسبوع سيكون فيه ثلاثة مجالس، الأحد والثلاثاء واليوم والخميس بعد وقت. كان الأسبوع القادم سيكون فري، يعني مفيش مجالس، أجازة يعني. الأسبوع بعد القادم سيكون أيضا ثلاثة مجالس حتى نعوض بمجلس هذا الأسبوع الخميس، والأسبوع الذي بعده نعوض المجلسين في الأسبوع إيه؟ القادم. فموعدنا الخميس القادم إن شاء الله، ثم هذا الأسبوع القادم أجازة ليس هناك دروس، ثم بعد ذلك نبدأ في الأسبوع الذي بعده أحد وثلاثاء وخميس، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.